بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من الأبطال. حلقتنا النهاردة زي ما تعودنا عبارة عن نصفين، النصف الأول مجموعة من الأخبار، ودايما بنحاول الفترة اليومين ثلاثة اللي قبل الحلقة، لأن احنا بنطلع مع حضراتكم حد وأربع، اليومين ثلاثة اللي قبل الحلقة بنجيب لكم كل الأخبار المهمة اللي حصلت في الألعاب الأخرى سواء جوه النادي الأهلي ومحليا وأيضا عالميا. النصف الثاني من حلقتنا بيكون معانا يعني لعبة من الألعاب، يعني حدث مهم بيكون ضيوفه معانا، مش شرط طبعا كل نجومنا في النادي الأهلي أكيد يعني ضيوفنا الدائمين، ولكن بيكون في بعض الأمور اللي تخص منتخباتنا القومية، ودي حاجة الحقيقة تسعدنا إن احنا نغطيها أو نلقي الضوء عليها أو نساهم ولو بحاجة بسيطة لمساندة أبطالنا في المنتخبات القومية. النهاردة الحقيقة عندنا اتحاد من الاتحادات الناجحة بشكل كبير، يعني كان له دور كبير في ان مصر ترتقي في جدول الاولمبيات اللي فاتت 2022 في 2020 اللي اتلعبت 2021 في طوكيو. الميداليه اللي حققها الجندي في الخماسي الحديث هي اللي فرقت معانا جدا في ترتيبنا، وعملت قفزه كبيره لتصنيف مصر في اولمبيات طوكيو اللي فاتت. اتحاد الخماسي الحديث الحقيقه ماشي بخطى ثابته باعداد للعيبه، عامل اجيال محترمه دايما من الاتحادات اللي فرضت. يمكن قبل كده ما كانش اتحاد الخماسي ليه دور كبير، الخماسي ليه دور كبير في هذا الموضوع، ولكن او في المشوار الاولمبي، ولكن يعني بعد قدوم مجموعه محترمه من القياديين في مجلس الاداره استطاعوا ان هم يكونوا يعني منظومه جيده كان بناء عليها الميداليه الاولمبيه، مش بس كده لا، وبطولات عالم، واستمروا في العطاء ومزاحمة الكبار في الخماسي. الخماسي عبارة عن خمس لعبات بتتلعب، الأفريج بتاعهم أو مجموعهم بيبقى نقاط، اللي بياخد أعلى نقاط في الخمس ألعاب دي بيحقق ميدالية. فالخماسي الحقيقة ماشي بشكل كويس سواء على قطاع الناشئين، سواء ناشئين أو ناشئات والمشاركة في هذا السن، وكمان أيضا في الكبار. النهاردة يكون معنا في النصف الثاني من حلقتنا المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد الخماسي الحديث المصري وامين عام اللجنه الاولمبيه المصريه، وهيكون معانا كمان استاذ محمد جاد مدير التسويق. طيب هتقول لي يعني الوضع في الاتحاد ايه؟ ما هو الاتحاد مش هيقدر يا جماعه يحقق الطفره دي بدون تسويق جيد وتوفير موارد. اكيد الدوله المصريه بتدعم، اكيد الدوله المصريه بتسبورت باموال كبيره جدا لرياضياتنا، ولكن انت لو اشتغلت مع نفسك كمان وجبت موارد اخرى يبقى مور اند اباف اكتر كمان، مفيش مشكله، بتبقى البادجت بتاعت اكتر، تقدر تشارك في بطولات اكتر. فالنهارده المهندس شريف العريان كان لازم يكون عنده جهاز تسويقي جيد. الاستاذ محمد جاد مدير تسويق الاتحاد، هنشوف ايه الطفره اللي عملها، ايه اللي حصل في الاربع خمس سنين كتسويق، ايه الجديد اللي حصل، ايه الفاليو او القيمه اللي تم اضافتها للاتحاد عشان يقدر النهارده يحط برامج تدريبيه واعداديه للاعبتنا من خلال التسويق والاعتماد الذاتي على مواردنا او موارد الاتحاد. تجربه يعني مهمه ان احنا النهارده نطرحها لحضراتكم، ومش كده بس ونتكلم في تفاصيلها، لعل وعسى نغشش باقي الاتحادات يعني اللي عندها شويه شورتج او نقص في الموارد تعمل ايه؟ ايه اللي تشتغل ازاي وتقدر توفر موارد ليها؟ النهارده هنتكلم على حاجات كتير تخص كمان اللجنه الاولمبيه المصريه، اكيد هنستغل وجود المهندس شريف العريان عشان نتكلم معاه في هذا الاتجاه. هنروح لحلقتنا ومجموعه من الاخبار، هنبتدي بكره اليد الرجال كما تعودنا، بنبتدي بيهم لان هم اللعبه الشعبيه الثانيه شئنا ام ابينا، ده اكبر دليل منتخباتنا قوميه ونتائجها. كان عندنا مباراه مهمه مع نادي طلائع الجيش، مباراة اتلعبت طبعا على ملعب طلائع الجيش في مشيط البكري، واستطاع النادي الاهلي الفوز 33-22. حقيقه مباراه مهمه، النتيجه كبيره، ولكن النتيجه كان فيها توفيق كبير، فرقتنا بفضل الله بشكل كبير كانت موفقه في هذه المباراه، لان نادي الحقيقه طلائع الجيش نادي جيد جدا. المباراه الشوط الاول خلص 18-9 والماتش خلص 33-22. طبعا مبروك، خطوه مهمه. طب موقف فرقتنا ايه في الرجال؟ الحمد لله فوز مستمر، رصيد 19 نقطه، انت النهارده متصدر الترتيب بشكل كبير، هم 8 فرق اللي بيلعبوا. خليني اقول لكم كمان حاجه مهمه، انه الاول والثاني هيلعبوا بيست اوف 3 على بطل الدوري، فانت يعني انت الاول، ده حاجه كويسه جدا، انت تركب نفسين على كل منافسينك، ولكن انت في الاول والاخر اول هيتساوى بالثاني، والثالث هيتساوى بالرابع، في النهايه يلعب الثالث والرابع البرونزيه. والحقيقه دي حاجه انا دايما يعني مش معاها ودايما ضدها، ان انت المفروض تكون نتائجك
تراكمية طوال الموسم، ما تبقاش يعني انت طلعت اول زي تاني. طب انا تعبي طول السنة فين؟ هل الدوري يتحسم بس ان انا طلعت اول وتاني وبعد كده العب 3 ماتشات قد اكون مش موفق في ماتش او 2 فيهم يضيع مني اللقب؟ لا، الموضوع صعب. والموضوع الحقيقة شايفه مش عادل. انت عشان تبقى عادل، النهارده انا 19 نقطة واقرب منافسيني نادي الزمالك 15 نقطة، كل ده هيتمسح باستيكا وهرجع تاني العب بيست اوف 3. يعني ليكوا الحكم، ده مش عادل. يعني انا شايف ان انت نظام المسابقات انت محتاج كل سنه تقعد وتدرس وتشوف ايه النظام الاكثر عدلا واللي في الاخر بيفرز البطل الحقيقي للدوري. انما النهارده انا يكفيني ان انا ابقى ماشي ورا الاول، ماشي ورا الاول، اجي في اخر الدوري اشد اخد الدوري. لا، الموضوع ده بيبقى يعني في نوع من انواع الظلم للي ماشي طول السنه كويس. زي واحد بيذاكر طول السنه، طب احنا عملنا ليه امتحانات مثلا في، لو خدنا النظام التعليمي مثال، انت النهارده ليه بتقول امتحانات شهور وامتحانات بيبقى فيها اعمال سنه؟ عشان كده النهارده انت بتقول له لا مفيش اعمال سنه والدوري يخلص في اخر 3 مباريات، يكفيك بس تفضل محافظ على نفسك التاني اللي هو اصلا مش هتبذل اي مجهود. احنا عارفين ان دايما اليد والطايره المنافسه بتبقى بين الاهلي والزمالك، اه الانديه التانيه كل الاحترام ليه، ولكن انا بتكلم على تاريخ. فانت النهارده مش هتبذل اي مجهود، انت فضلت ماشي طول السنه زي ما بيقولوا يعني على الهادي كده، هتاخد تاني. طب فين اللي بقى شادد وفين اللي عامل؟ لا، انا يعني الموضوع ده الحقيقه لازم يكون في اعاده نظر من كل لجان المسابقات، ان ما يبقاش الموضوع يعني اخر لقطه زي ما بيقولوا. بيقود الجهاز الفني طبعا مستر ديفيد ديفيز المدير الفني الاسباني اللي حتى الان بفضل الله ناجح. عندنا طبعا ان شاء الله المباراه القادمه هتكون الخمسه في الدور الاول، وهتبقى يوم الجمعه القادم مع نادي الزمالك. مباراه مهمه، نادي الزمالك طبعا عايز يقلل الفارق ل4 نقاط، نادي الاهلي عايز ياكد فوزه وياكد ريادته الموسم اللي فات، بدايه من الموسم اللي فات مرورا بهذا الموسم. والمباراه هتتلعب في مدينه او ملعب الشباب والرياضه في 6 اكتوبر الساعه 5 العصر باذن الرحمن، ما بين الاهلي والزمالك. مباراه مهمه ان شاء الله، نتمنى التوفيق لفرقتنا عشان تؤكد صدارتها وتؤكد ريادتها لكره اليد المصريه، والنهضه اللي حصلت الكبيره جوه النادي الاهلي في كره اليد ان شاء الله ياكدوها يوم الجمعه بهذا الفوز ان شاء الله. طيب هنروح لكره اليد سيدات. الدوري كان متوقف، بدا يعني كابتن محمد عادل زولا يرفع الاحمال بشكل كبير عشان استئناف البطوله مره تانية. موقفنا ايه؟ خلص الدور التمهيدي خلاص، 4 فرق اللي موجودين هيلعبوا دورتين مجمعتين. الفرقه داخله على مباريات عاليه المستوى، مباريات قويه مع النخبه زي ما بيقولوا في الدوري. كل اللي فات ده كله هنخش على الدوره المجمعه. 4 فرق، مين ال4 فرق؟ الاهلي، الزمالك، الشمس، سموحه. ودول بالترتيب اللي خدوا المراكز. الاهلي خد في الترتيب في الدور الاول المركز الاول في التمهيدي، الزمالك تاني، الشمس تالت، سموحه الرابع. هنلعب دورتين مجمعتين، اول دوره مجمعه ان شاء الله يوم 20 21 22 في الشهر اللي احنا فيه، والدوره المجمعه الثانيه 14 15 16 باذن الرحمن في مارس القادم. الدوري طبعا او دوري المرتبط اللي كان نتائجه كان مع 2006 واللي خلص يعني من امبارح اللي هو دوري 2006، والترتيب زي ما قلت لحضراتكم جمع الفرقتين درجه اولى و2006، خلص بالترتيب اللي قلته لحضراتكم تاني اكرره على مسامع حضراتكم، الاهلي والزمالك والشمس وسموحه. والدورتين مجمعتين، واحده هتبتدي 20 21 22 فبراير اللي احنا فيه، والثانيه هتبقى 14 15 16 مارس اللي بعد كده، ودي يعني فاصل يمكن اسبوعين محتاج تركز فيهم 3 مباريات في 3 ايام، حمل عالي جدا، ولكن اتصور ان كابتن محمد عادل زولا عامل حسابه لهذا الحمل الكبير، وعشان كده هو معلي الحمل التدريبي، هو ده عنوان خبرنا، رفع الحمل البدني للسيدات يد الاهلي استعدادا لاستئناف دوري العموم. هو ده الخبر الاساسي انه بيرفع الاحمال عشان استئناف الدوري. طيب فرقتنا يعني مركزه انها تاخد البطولات، عندنا دوري وكاس مهمين، عندنا بعد كده بطوله ابطال الكؤوس، يعني عندنا مجموعه من البطولات اللي هنشارك فيها، او فريق السيدات زي ما شارك في ابطال الدوري مع فريق الرجال، عندهم الفتره اللي جايه اشتراكات اخرى، نتمنى التوفيق اكيد للجهاز الفني واللاعبات. هنروح لكرة السلة، منتخب مصر كرة السلة، كرة السلة رجال في النادي الأهلي، الدوري متوقف ففي راحة، اللعيبة كلها مريحة، فرقتنا بتمر بظروف صعبة، أنا أقول لكم الظروف إيه، هقول خبر المنتخب الأول وبعد كده منتخب مصر كرة السلة هقول لكم موقف فرقتنا إيه في كرة السلة. منتخب مصر عنده تصفيات لأمم أفريقيا، الأفريكان هتبقى في القاهرة، هتتلعب في مجمع الدكتور حسن مصطفى، يمكن حاجة و20 26 27 28. الحقيقه النهارده انا بالصدفه يعني كنت معاهم في مطار القاهره وهم مسافرين في رحله الصبح الساعه 9:05 المتوجهه الى الدوحه. طب كانوا مسافرين الدوحه ليه وهم عندهم افريقيا بيلعبوا
بطوله وديه دعتهم دعت تم دعوه منتخب مصر ليها في الدوحه. طب ليه الدوحه تحديدا؟ انا اقول لكم قطر نجحت يعني، وكان ده نجاح كبير اكيد لكل الدول العربيه انها تستضيف كاس العالم لكره السله 2027، ده هيكون في الدوحه. فمن هنا ل 2027 هتلاقي في بطولات كثيره الدوحه بتستضيفها استعدادا لهذا الحدث الكبير كاس العالم. طيب النهارده انا عرفت معلومه كبيره من كابتن سامح المدير الاداري للمنتخب، الا وهي ان الست فرق اللي هتلعب البطوله الوديه في الدوحه السته دول هيلعبوا في هيقعدوا في نفس الاوتيل وهيلعبوا في نفس الملعب. هتقول لي يا كابتن هو من قله الملاعب في الدوحه؟ لا خالص، هم بيعملوا بروفا، بيعملوا بروفا ان الاوتيل يبقى مليان، لان انت النهارده كاس العالم كره السله هيبقى فيه حاجه و30 فرقه، فالنهارده انت هتبقى اربع صالات اللي بتستضيفه، فانت ممكن تلاقي فيه ثمان فرق او سبع فرق قاعدين في اوتيل واحد. النهارده بيجرب الاوتيلات، هل هتقدر تستوعب العدد ده من الفرق كره السله ولا لا؟ هيشوف الفاسيلتي بتاعته او الامكانيات بتاعته، فهيتمرنوا على نفس الملعب، هيلعبوا المباريات على نفس الملعب المجموعتين، فالنهارده دي بروفا مصغره للي هيعمله. واللي عرفته كمان ان هم في الدوحه الحقيقه جايبين شركات اللي هي عملت كاس العالم كره القدم، هي اللي هتنظم وهتشرف على نظام تنظيم كاس العالم. منتخبنا سافر النهارده الساعه 9:05 الصبح في رحله 9:05 المتوجهه الى الدوحه، عشان هيلعبوا اسبوع بالظبط مباريات مهمه. مجموعتنا فيها فرقتين هنلاعبهم تقريبا، البحرين والاردن، لا تحديدا مش تقريبا، تحديدا البحرين والاردن. واللي عرفته كمان من الجهاز الفني هناك في منتخب مصر، سمعت حوار النهارده في مطار القاهره، انه الاردن مش رايحه بالفريق الاول المجنسين او اللعيبه، انا سامع كده، هم عارفين كده ليه؟ لعيبه المنتخب اللي المفروض بتلعب وهم حافظينها وعارفينها وشافوها في كاس العالم كانت بتلعب لغايه امبارح مباريات مع فرقها في الدوري، فبتهيألي صعب ان هم هيكونوا هيسافروا. غالبا الاردن او البطولات او الدول العربيه بتشارك في البطولات دي بالبي تيم استعداد ليهم، ولكن منتخبنا ما باليد حيله، لازم يروح بالمنتخب الكبير. طيب عندنا التصفيات الافريقيه تبقى 23 24 25. انا فاكر فرقتين تقريبا، موريشيوس وجنوب ووسط افريقيا، هم اربع فرق هيتاخد منهم ثلاثه هيترشحوا لمين بقى؟ بصوا التصفيات دي مهمه جدا، دي هتبقى في ويندو وفي ويندو بعديها هتتحدد لاحقا. هياخدوا اول ثلاث فرق بنسبه كبيره محسومه، موريشيوس اتاهلت بصعوبه اللي تلعب في مع الاربعه دول، فغالبا يا موريشيوس يا موزمبيق، انا مش عندي الاسامي بالظبط، بس الدوله دي يعني يا موريشيوس يا موزمبيق عندهم صعوبه في التاهل، فغالبا الثلاثه محسومين. طب هو بيعمل دي ليه؟ اولا هتاهل الافريكان الثلاثه الاوائل، ثم الثلاثه دول هيروحوا لتصفيات كاس العالم. فالنهارده انت بتضرب عصفورين بحجر، مهم جدا 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 التصفيات اللي جايه، وعشان كده منتخب مصر وقف الدوري، اتحاد السله وقف الدوري ورايح يلعب بطوله استعدادا في قطر. وخلي بالكم الاتحاد الدولي لكره السله بدا يغش من اتحاد اليد، فالنهارده في توقف دولي ابتدى من النهارده او بكره لمده اسبوع، كل الويندوز دي هتتلاقي في كل حته في العالم، في اوروبا في اسيا، نفس اللي بيعمله الاتحاد الدولي لكره اليد بقياده الدكتور حسن مصطفى، تقريبا غشوا من بعض، ما عادش في حاجه اسمها كل قاره بتلعب على هواها وموعدها، لا اصبحت في توقفات دوليه، لعيبتك المحترفين بيرجعوا بيلعبوا وبعد كده يرجعوا لفرقهم تاني، وده طبيعي لازم يكون في سيستم زي كده. طيب مين اللي بيقود منتخب مصر كره السله؟ هنريك رودل. هنريك رودل بالمناسبه هو كان المدير الفني لنادي الاتحاد الاسكندري، دي صورته، اشكركم يا جماعه. على فكره انا دار بيا بعض الحوارات الجانبيه مع بعض اللاعبين من الاتحاد السكندري ومن فرقتنا، وهقول لكم كمان كواليس الرحله دي، قعدت مع اللعيبه اتكلمت معاهم، وفي لعيبه انا زملتهم في الملعب زي عمرو الجندي، وفي لعيبه ما ويوسف شوشه زملته في الملعب فتره، ولكن في لعيبه ما لحقتهمش، فقعدنا نتكلم مع بعض شويه. هم الحقيقه بيقولوا على الراجل ده او المدير الفني ده ان هو من فنياته عاليه جدا، ودي كانت رؤيتي انا اكدتها النهارده، يعني رامي جنيدي وعمرو الجندي اهو، وكانوا على فكره زمايل ملعب في نادي الجزيره، وبس رامي لعب في الاهلي قبل ما عمرو يجي. تمام، دي الصوره دي كانت النهارده يعني قبل ما يطلعوا الطياره على طول. طيب الراجل فنان عالي جدا جدا وبتاع شغل واللعيبه مرتاحه معاه. طيب مين لعيبتنا من النادي الاهلي اللي راحوا؟ عندنا عمرو الجندي، كريم حاتم، عمر طارق، وسيف هنداوي. بالمناسبه سيف هنداوي كان معاهم، سيف هنداوي ما بيلعبش مع النادي الاهلي، ولكن سيف هنداوي كان او سيف هنداوي مع الان بي اكاديمي، ولكن هو ابن النادي الاهلي، هو ما زال في الاكاديميه ولكن هو ابن النادي الاهلي، كان رابعهم النهارده. الحقيقه كنت سعيد جدا لما شفت سيف هنداوي معاهم واطمنت عليه واتبسطت انه موجود.
يمكن دي اول مشاركه ليه مع المنتخب الكبير في حاجه مهمه زي دي. عندنا للاسف خبر سيء الا وهو اصابه ايهاب امين. انا عرفت تفاصيل الاصابه، ايهاب امين من 10 ايام هو مصاب، ما اتصابش امبارح او اول امبارح. اتصاب من حوالي 10 ايام في مزق في كتفه اليمين، مزق في العضله الخلفيه او الكتف الخلفي في كتفه اليمين، يمين او الشمال يعني، انا اتقال لي اليمين على ما اتذكر يعني، مش هتفرق ايه هو اليمين طبعا اصعب لان ايده اللي بيشوط بيها، ولكن انت كده كده بتلعب وايدك الاثنين فوق، فانت كده كده يمين هتبقى زي شمال. فهاب حاول يعد نفسه ويلحق السفريه، ما لحقش لانه راح عمل مع طبيب المنتخب سونار على العضله ولقوا فيها مزق، فهنا لا هيوقف شويه. طب هم قالوا ايه؟ قالوا 3 اسابيع 4 اسابيع. ده خبر مش كويس لانه طبعا ليه انعكاس على منتخب مصر وليه انعكاس ايضا على النادي الاهلي في ظل اصابه عمرو زهران. طيب النهارده اللي ممكن يحصل ايه؟ اللي ممكن يحصل او البدايل النهارده ايه؟ البدايل انا شفت يوسف شوشه النهارده، يوسف شحاته شفته النهارده، شفت بعض اللاعبين النهارده اللي شفت بيبو لاعب خمسه بتاع نادي الاتحاد، يعني شفت مجموعه من اللعيبه اول مره تشارك. طيب ايهاب امين وضعه ايه؟ ايهاب امين بيعمل يعني جلسات والعلاج الطبيعي وبيبتدي الاعداد البدني، هيلحق الويندو بتاعت افريقيا؟ ما اظنش، يعني الجهاز الطبي بيحاول يجهزه، بس مزق في الكتف. الكتف بحكم الخبره، انا واحد جالي اصابه بكتفي قعدت فتره، الكتف اصابته بتبقى صعبه لانه مفصل معقد، عضلاته واربطته كثيره ومعقده، فانا اتصور انه مش هيلحق. انا اتمنى انه ان شاء الله الاصابه ما تاخدش اكتر من شهر عشان يلحق مع النادي الاهلي، لان النادي الاهلي داخل على معمعه في الفريق الاول، ويبدو ان الحظ السيء ملازم الفريق باصابه عمرو زهران وبعديه على طول اصابه ايهاب امين. طيب كريم سرحان عمروان سرحان تم استبعاده في الاواخر، كان مع المنتخب وتم استبعاده في الاواخر. طيب فرقتنا خلصت الدور الاول، برجع لفرقتنا بقى في النادي الاهلي، خلصت الدور الاول بفول مارك، خدوا كل العلامه الكامله وكسبوا كل مبارياتهم برصيد 12 نقطه، بالرغم انه كان المفروض في مباراه 7 مع نادي الجزيره، والمباراه دي كانت يوم جمعه يوم وفاه معالي الوزير العام فاروق، وتم تاجيلها وتحددت يوم 29، يعني بعد انتهاء الويندو اللي هي هتبقى يوم 25، هيدي 26 27 28 راحه ونلعب مباراه الجزيره يوم 29. دي يعني باختصار وضع كره السله، وكان الصدفه النهارده جمعتني في مطار القاهره معاهم الساعه 7 الصبح في منتخب وهو مسافر الحقيقه، واللعيبه في التزام كبير، يعني دايما منتخب الباسكت واليد والطايره تحب تشوفهم لان بيبقى في التزام. يعني انا هقول لكم حاجه يعني واسمحوا لي اقولها، انا بالصدفه جمعتني برضو في سفر منتخب مصر ورايح بطوله افريقيا اللي فاتت، منتخب مصر لكره القدم كان مسافر بطوله افريقيا اللي فاتت اللي كانت في كوت ديفوار واللي انتهت بكوت ديفوار خدت البطوله، برضو الصدفه جمعتني في مطار القاهره في سفر البعثه، وشفت ازاي البعثه جايه على نصفين، يعني في 3 لعيبه جم لوحديهم بدون ذكر اسامي وتفاصيل، 3 لعيبه جم لوحديهم الاول، معرفش كان في ظروف تمنعهم انهم يجوا مع الباص الفريق، وبقيه الفريق جه في باص تاني. انا عايز اقول لكم شفت النهارده منتخب مصر وهو مسافر لكره السله، الحقيقه بيبان والله العظيم، انا قلت كان نفسي اكون غلطان في سفر منتخب مصر كره القدم، والله العظيم كنت بقول لنفسي يا رب اكون غلطان. شكل البعثه وهي مسافره التركيز ما كانش حاضر، انا بقول لكم يا جماعه والله انا وجهه نظر، انا راجل رياضي بقالي سنين طويله في الرياضه، اقدر احكم على فرقه مركزه ولا مش مركزه. الفرقه وهي مسافره انا ما كنتش حاسس ابدا ان فرقه كره القدم مركز. مش دي الفرقه اللي راح تمثل 110 مليون. مش ده التركيز، النهارده بشوف فريق كره السله وهو مسافر بطوله وديه في قطر، تركيز، التزام، انضباط، الفرقه كلها جايه في ميعاد، طيارتهم الساعه 9، اللعيبه كانت 7 الا ربع، كلها جايين من 6 اكتوبر لان هم كانوا معسكرين في 6 اكتوبر. انا شفت ده والفارق ايام اسابيع 3 4 اسابيع ما بين سفر دول وسفر دول، شتان شتان. لا النهارده منتخب مصر كره القدم محتاج انضباط، محتاج الدنيا تعاد لمسارها تاني. نتمنى الجهاز الفني الجديد ان شاء الله مع كابتن حسام حسن انه يعود هذا الانضباط تاني لمنتخبنا عشان ترجع الانتصارات مره اخرى. هنروح لسيدات كرة السلة في النادي الأهلي، طبعا بقيادة الكابتن طارق خيري، عندنا الدوري مشغال، كان عندنا مباراة مهمة مع نادي سموحة، الأهلي يهزم سموحة بدوري سوبر سيدات السلة، المباراة دي طبعا زعناها لحضراتكم في شاشة قناة النادي الأهلي.
الفريق الاول لسيدات كره السله بالنادي الاهلي بقياده مديره الفني كابتن طارق خيري فاز فوز كبير على نادي سموحه السكندري 90-62 في الجوله السادسه من دور الترتيب لدوري السوبر الموسم اللي احنا فيه. الماتش كان اتلعب زي ما قلت لحضراتكم عرسالة الشهداء، ودي لقطات منه باهل الجزيره، وسيطر الفريق فريق النادي الاهلي على مجريات الفريق من بدايتها حتى نهايتها. طب ايه اللي ترجم كلامي نتائج الاشواط؟ الشوط الاول 34-14، الفتره الثانيه 51-30، الفترة الثالثة 70-50، الفترة الرابعة 90-62. فرقتنا حتى الآن مع حقق العلامة الكاملة، بس ما يعني مش هنخفي على حضراتكم إن الاختبار الحقيقي للفريق ده بقوته هي سبورتنج. سبورتنج هي الاختبار الحقيقي، سبورتنج بطل أفريقيا للمرة الثانية على التوالي، سبورتنج هي بطل الدوري المرتبط. السنة اللي فاتت احنا خدنا 5 بطولات من 5، يمكن ما شاركناش في بطولة أفريقيا السنة اللي فاتت ولا السنة دي، ولكن يتبقى المنافس هو نادي سبورتنج، هو الاختبار الحقيقي. زي ما نقلنا لحضراتكم مباراة امبارح على الهواء، كاميرا الأبطال كانت موجودة في قلب الملعب، صورنا التقرير ده مع اللاعبات والجهاز الفني، هتفرج عليه مع حضراتكم ونرجع لبعض تاني. طبعا كان في توقف، كان عندنا اول ماتش اللي فات يوم السبت اللي فات الاتحاد في اسكندريه، كنا طبعا من قبليها الفرقه كانت معظمها في ناس تلعب 3-3 مسافره مع المنتخب، فكنا عاملين بنحاول نجهز نفسنا في اقل وقت ان احنا نرجع الناس دي يعني. فبدانا الحمد لله عملوا ماتش كويس في الاتحاد، عندنا اصابات للاسف بس مفيش مشكله، كل الادوار اللي شغاله دلوقتي حاجات كلها ماتشات بنجرب فيها والكلام ده. كده كده ماتشات اهلي وسبورتنج دايما مختلفه تماما، بصرف النظر عن كون ان هي ليها لازمه او ملهاش لازمه دلوقتي او بتحدد مراكز او لا، دايما ماتش اهلي سبورتنج بيبقى ليه اعتبارات يعني خاصه طبعا. فاحنا من دلوقتي اوريدي حتى قبل الماتش كنت بقول لهم ما تفكروش في سبورتنج دلوقتي، خلصوا ماتش النهارده، المفروض ان شاء الله الفرقه تعمل ريكفري وهنتمرن الثلاث ايام الجايين وان شاء الله نسافر لهم يوم الجمعه ان شاء الله. السنه دي الدوري اقوى بكتير من السنه اللي فاتت، سبورتنج دعمت بتدعيمات كتير قوي نظرا للي هي قوانين الاتحاد، هم اخدوا ثالث دوري السنه اللي فاتت، فقوانين الاتحاد سمحت لهم ان هم يدعموا بثلاث لاعبات من بره، فبقى عندهم 3 على الموجودين عندهم اوريدي، بلس خدوا محترفه كويسه جدا من الجزيره، فهم بقوا فريق متكامل. الظروف ساعدتهم كمان شويه في ان هم خدوا من عندنا لعيبه نظرا للقوانين والكلام ده كله، فهم بقوا فريق متكامل، خدوا من عندنا ناس. نفس الكلام احنا بنحاول، احنا دلوقتي عندنا لسه محترفه، بنحاول نجيب محترفه ليفل عالي يعني ان شاء الله في الطريق ان احنا نعمل كده، بس في الادوار دي مش مشكله دلوقتي تكون معانا محترفه، بنحاول نجهز الفرقه ان احنا نبقى بالمصريين بتوعنا يعني نلعب. الحمد لله والله على الفوز النهارده، يعني فريق سموحه فرقه كويسه جدا، وكانوا لسه جايين من مباراه مع سبورتنج طبعا قعدنا اتفرجنا عليها مع الكوتش، فطلع 9 بوينت مع سبورتنج، وتش سبورتنج يعني فريق قوي جدا، فاحنا النهارده كنا نازلين يعني جاهزين ليه، وفي نفس الوقت بنستعد للمباراه يعني سبورتنج ان شاء الله يوم السبت، وبنتمرن على الحاجات الديفنس في الاوفنس برضو اللي احنا عايزين يعني نعملها ان شاء الله يوم السبت. الدوري السنه دي ماشي كويس جدا، كل الفرق قريبه اصلا من بعض، يعني دلوقتي اصلا جزيره وسبورتنج بيلعبوا الفرق 1 بوينت ولسه نايس دقيقه على الماتش، كل الفرق بتكسب وبتخسر، كمان فتره التوقف دي ممكن تكون اثرت شويه على الفرق ان احنا بنرجع تاني نتمرن، فيعني ان شاء الله بس كده نكون كويسين ان شاء الله مباراه سبورتنج. والله احنا استعدينا النهارده للماتش، كان كابتن طارق طبعا محضرنا نفسيا ان كل ما الماتشات بتقرب كل ما الماتشات بتبقى اصعب، كابتن طارق طبعا مدينا النهارده تعليمات ان احنا النهارده لازم ندافع كويس عشان يطلع فرق سكور، والحمد لله ده اللي قدرنا ان احنا نعمله. ال 12 لعيب ادوا اداء كويس جدا، ما كانش فارق مين بره من مين جوه، كل واحد النهارده كنا رجاله بصراحه، حتى عشان كده السكور طلع كبير. يمكن يعني على فترات في الماتش يمكن يعني ما حسيناش ان الماتش الحمد لله كان دايما فارق لينا، ده كان برده بفضل تعليمات كابتن طارق لينا، واحنا مبسوطين جدا بالاداء وخلاص. ماتش النهارده يعتبر بالنسبه لنا كل ماتش عدى وخلص، ده يعتبر ماتش فاينل خلص، في ماتش تاني ان شاء الله يوم السبت مع سبورتنج، هو ده اللي احنا هنبص عليه خلاص، النهارده صفحه واتقفلت، كل ماتش جاي بنبص عليه عشان احنا مركزين ان شاء الله على الدوري. طبعا النهارده الحمد لله كسبنا فرق سكور كبير، الفريق كله نازل الحمد لله مركز وبيسمع كلام الكابتن والتوجيهات، وكلنا عندنا نفس التارجت ان احنا نخلص الدوري باذن الله باذن الله من غير اي خساره، فالحمد لله ان احنا كنا على قد المسؤوليه وكسبنا فرق سكور الحمد لله. بقى لنا فتره من ساعه لما خلصنا المرتبط واحنا الحمد لله بنتمرن جامد، وشايفين ان احنا خلاص ما فيش استهتار ما فيش دلع، وفي الماتشات بننزل الحمد لله مأديين برده
بشكل رائع وبنسمع كلام الكابتن وكده، فان شاء الله ان احنا ماتش سبورتنج ما فيهوش هزار خالص، واحنا عارفين مدى اهميته، فان شاء الله هننزل بكل تركيزنا ونكسب الماتش. يعني حتى لو ماتش مش فارق، بس احنا خلاص ده تارجت لينا ان احنا من بعد المرتبط ان احنا ان شاء الله مش هنخسر ولا ماتش، وان شاء الله هناخد كل البطولات باذن الله. زي ما حضراتكم سمعتوا، يمكن اللاعبات اكدوا نفس الكلام اللي قلته لحضراتكم قبل التقرير، هو الاختبار الحقيقي هي نادي سبورتنج. وحتى شفنا اخر يعني جمله في التقرير من رنيم الجداوي، هي بتقول حتى لو مباراه تحصيل حاصل بيننا وبين سبورتنج، لا احنا عايزين نكسبها، لانه الحقيقه سبورتنج نجح ان ياخد مجموعه من اللاعبات ايضا من عندك في النادي الاهلي، مش تفاوض، لا يعني اللائحه زي ما قالت او الكابتن عليا محمود او الرولز او قوانين الاتحاد. فانت النهارده هو ده الاختبار الحقيقي، نتمنى الفوز، نتمنى ان شاء الله ان البطولتين اللي فاضلين باذن الله يكونوا من نصيب النادي الاهلي باذن الرحمن. هنروح للكره الطائره سواء رجال او سيدات. هبتدي بالرجال، دوري او الكره الطائره الاتحاد حط نظام اسمه الترتيب التصنيفي، بمعنى انه جاب ال 16 فريق اللي طلعوا من هنا ومن هنا، وحط فريق مقابل فريق بيلعبوا بعض وبيلعبوا بيست اوف 3، وبعد كده بيصنف الفرق الكسبانه والفرق الخسرانه، وبعد كده بيحطهم في قرعه ثانيه يشوف مين هيلاعب مين. انا شايف خطوه يعني ماشي، يعني بس مقدور عليها، مجرد ماتشين لكل فرقه وخلص الموضوع، وبعد كده نروح على الادوار الاقصائيه. طيب بالنسبه للنادي الاهلي رجال، مين اللي معانا؟ اللي معانا وقع معانا في شارع الدخان. لعبنا اول مباراه فزنا فيها الحمد لله 3-0، المباراه الثانيه هتبتدي بعد قليل. هنكسب مباريتين على طول خلاص تأهلنا، او خلاص بقينا من الثمانيه الكسبانين والثمانيه الخسرانين، وهيعمل قرعه يجيب واحد مننا واحد مننا عشان يلعبوا الادوار الاقصائيه بعد كده عشان تصعد على دور الثمانيه على طول. الاهلي يواجه شارع الدخان بتصنيف ربع نهائي دوري رجال الكره الطائره. الفريق الاول لرجال الكره الطائره بالنادي الاهلي بقياده مدير والفني مستر فرناندو مونزو فاز على فريق ايسترن كومباني بنتيجه 3-0 في ذهاب دور الثمانيه التصنيفي للدوري المصري الممتاز للموسم اللي احنا فيه. وجات نتائج الاشواط كالاتي: 25-19، 25-20، 25-21. الماتش كان اتلعب امبارح على صاله الدكتور حسن مصطفى بمدينه 6 اكتوبر، بالمناسبه الماتش الثاني هيتلعب كمان شويه زي ما قلت لحضراتكم على نفس الصاله. وبعد كده هيتم تصنيف الثمانيه الفرقه اللي شاركت في ربع النهائي، هيتعمل بكره قرعه بين الفرق دي عشان يحددوا مين هيقابل مين في دور الثمانيه في دوري الاقصائي بقى، يعني اللي هيخسر من الدور اللي جاي هيطلع بره. فرقتنا طبعا مركزه عشان ما عادش فيه هزار، دي السنه الثالثه، انت محتاج دوري وكاس، ده الطبيعي بتاعك. السنه اللي فاتت واللي قبلها ما كانوش احسن حاجه محليا، ولكن ان شاء الله فرقتنا قادره باذن الرحمن ان هي تقدر تفوز. الفرقه دي على فكره عندها بطوله افريقيا ان شاء الله في ابريل القادم، وهتستضيفها باذن الله صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره. نفس الخبر بالنسبه لسيدات الكره الطائره، بس هم هيلعبوا الزهور. الزهور هي اللي تقع معانا وقعت معانا في الدور الاقصائي للكره الطائره سيدات. الجهاز الفني طبعا بقياده المدير الفني كابتن ابراهيم فخر الدين بيجهز الفريق عشان يلعب الزهور في ذهاب دور الثمانيه التصنيفي للدور الدوري المصري الممتاز. الماتش هيتلعب يوم الجمعه القادم، الماتش الاول طبعا من سلسله المباريات بيست اوف 3، هتلعب يوم الجمعه والسبت القادمين، الجمعه الاول الماتش الاول والسبت الماتش الثاني على صاله الدكتور حسن مصطفى مدينه 6 اكتوبر. الدور ده بيتلعب بنظام الذهاب والعوده زي ما قلت لحضراتكم، بالماتشين بيكون بيفوز بالماتشين بيتأهل على طول، والخسران بيلجأوا لفرق الأشواط والنقاط بين الفريقين، وبعد كده هيتعمل قرعة زي الرجال برضو بين الأربع فرق اللي فازت والأربع فرق اللي خسرت عشان يتحدد مين هيلاعب مين في الأدوار الإقصائية. فرقتنا طبعا بتصدر المجموعة الأولى في الدوري بعد الفوز بكل ماتشاتها اللي فاتت، وده كان مهم جدا كرسالة إن أنت تقدر. طب مجموعتنا كان فيها الزمالك؟ لا، هما كانوا مجموعتين، احنا تصدرنا مجموعتنا، عشان كده برجع واقول برضو الاختبار الحقيقي لسه ما جاش سواء لرجال الكره الطائره او سيدات الكره الطائره. ليه؟ لان برضو المنافس زي كره اليد، السله الموضوع مختلف شويه، ولكن في اليد والطائره اهلي زمالك. كده تكون خلص خلاص اخبارنا داخل النادي الاهلي، هنروح لاخبارنا المحليه وهي عن الريشه الطائره، افتتاح بطولة افريقيا واللي حضرها معالي الوزير الدكتور اشرف صبحي وافتتح البطوله فعليا. الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه حضر حفل افتتاح بطوله افريقيا للريشه الطائره للكبار،
واللي بتتلعب على صاله رقم 4 باستاد القاهره، ودي طبعا لقطات من الافتتاح، وهتتلعب في فتره من 12 ل 14 النهارده، اليوم الثالث 12 13 14، والافتتاح طبعا كان يوم 12. الافتتاح كمان حضره رئيس الاتحاد الافريقي ميشيل باو من دوله سيشل، ومعاه كل قيادات الاتحاد الافريقي للعبه واعضاء مجلس اداره الاتحاد المصري لريش الطائره برئاسه الدكتور علي حسب الله. البطوله مشارك فيها 11 دوله وهم مصر، الجزائر، نيجيريا، موريشيوس، الكاميرون، سيشل، غينيا الاستوائيه، جنوب افريقيا، اوغندا، زامبيا، زيمبابوي. دول الفرق المشاركه. اللي هيفوز بلقب البطوله دي على صعيد الفرق سواء الرجال او السيدات هيتاهل بشكل مباشر لبطوله العالم، واللي هتتلعب في الصين شهر 4 اللي جاي. ودي لقطات طبعا من المقصوره في وجود طبعا الدكتور اشرف صبحي ممثل الدوله المصريه، وطبعا دول نجمات دوله الجزائر الحقيقه الشقيقه اللي كانوا بيشاهدوا الافتتاح او مباراه الافتتاح من خلال مدرجات صاله 4. زي ما حضراتكم شايفين البساط والدنيا شكلها جميل جدا، وبطوله افريقيا ريشه الطائره 2024، ورئيس الاتحاد الافريقي قايم طبعا بيقول كلمته، وضيوفه الاشقاء الافارقه والشقيقات الافارقه موجودين طبعا على استاد القاهره، ودي حاجه اكيد تسعدنا. طيب اللي هيفوز زي ما قلنا هيروح على بطوله العالم في الصين ان شاء الله شهر 4 اللي جاي، وكمان اللي هيفوز باللقب الفردي هيساعده بنسبه كبيره في سباق التاهل للاولمبيات اللي جايه باذن الله. كاميرا الابطال كانت موجوده في الافتتاح، خلينا نشوف التقرير ده وتصور طبعا مع ابرز الحضور ونرجع لحضراتكم تاني. احنا في بلان من البدايه خالص، والبلان ان احنا ازاي مصر تكون هاب او مركز لاستضافه الاحداث. احنا ماشيين في هذا ده التعاون مع يعني اكيد الاتحادات الرياضيه واللجنه الاولمبيه، الحقيقه اللي بهنيهم على جهودهم السريع. والنهارده بنستضيف بطوله افريقيا للكبار المؤهله ايضا، وده شيء مهم جدا اللي بيروج لشكل الرياضه المصريه، وايضا يعني بيساعد على الاتحادات ان هي تقوم بدورها، وبيساعد على كمان المنتخبات ان هي تقوى. واحنا كمان يعني الرياضه ورياضه الاحتراف والبطوله الحقيقه اتس ماني توكينج، يعني مصاريف كتير، فمثل هذه البطولات بيجي منها دخول او الترويج لفرقنا ان هي تخرج بره مع الاتحاد، بنروج لشكل المنتج بتاعنا. الحمد لله احنا بننظم بطوله افريقيا وبطوله مؤهله لتوماس وابر كاب، والمؤهله كمان لكاس العالم والاولمبياد 24. فالحمد لله التنظيم يعني الحمد لله كالعاده، احنا الحمد لله بينا متمرسين على التنظيم يعني، والحمد لله هو بحضور وزير الشباب والرياضه النهارده افتتحنا البطوله، ومعانا كمان رئيس الاتحاد الافريقي عشان اهميه البطوله، ومشاركه 11 منتخب من منتخبات افريقيا القويه جدا اللي كلهم بيطمحوا لهم ياخدوا المركز الاول ويروحوا توماس اوبر كاب. وان شاء الله ندعو المنتخبنا اللي هو يحقق النتائج اللي احنا عاوزينها منهم باذن الله. النهارده احنا بصدد اقامه بطوله افريقيا للفرق للبادمنتون او ريش الطائره بمشاركه الفرق 8 فرق رجال و7 فرق سيدات، ده بالاضافه الى الفرديات. فرديات كل لاعب بيجي بيمثل دولته، لكن الفرق بيلعبوا بعض بحيث ان مثلا 8 فرق بيقسموا الى مجموعتين، المجموعه الاولى اللي بتضم مصر وزامبيا والجزائر بيلعبوا مصر بتلعب الجزائر، ده اسمها بطوله الفرق، لكن الفرديات بعد بينتهي بطوله الفرق بنبدا الفرديه. بطولة ريشة الطائرة النهارده بطولة قوية جدا، من أقوى بطولات الأفريقية، وبالتالي الاتحاد الأفريقي بيسندها لدولة ينفع تنظم بطولة قوية زي دي. وطبعا مصر مش أول مرة تنظمها، نظمناها قبل كده، بنستفاد من التنظيم هنا في مصر إن احنا أولادنا بيلعبوا وسط أهلهم وجمهورهم، بيساعدهم إن هم ياخدوا المركز الأول اللي هو بيأهلهم بالتالي لبطولة العالم إذا كان فرق البنات أو فرق الشباب. وبرضو النقط اللي هيحصلوا عليها ان شاء الله لو في حاله المكسب طبعا بتبقى مساعده جدا في، لان نقطها كبيره جدا فبتساعدهم في تاهيل رود تو باريس، فده عندنا يعني فايده من كل الاتجاهات، غير طبعا التنظيم العالي زي ما حضرتك ذكرتي في الاول ان احنا خلاص مصر محطوطه على
التوب دول يعني لاكبر دول ان هو ممكن يسند ليها اكبر البطولات. طبعا البطوله دي اهم بطوله لنا السيزون ده لان دي بطوله تقيل اولمبيكس باريس، فالبطوله دي مهمه جدا. اي دوله من اللي جايين هنا الدول الافريقيه كلها مستعده لان دي زي ما بقول التيكت الاولمبيكس. الوزاره طبعا والاتحاد دعمونا بكل الطرق الممكنه اللي احنا نبقى جاهزين ونبقى في البيك بتاعنا يعني هنا في البطوله دي، وان شاء الله التارجت بتاعنا الذهب عشان الاولمبيكس يعني. والله الحمد لله يمكن البطوله دي يعني من اقوى البطولات في افريقيا، يمكن هي بطوله افريقيا للتوماس والرجال والسيدات منفصلين، دي اقوى بطوله موجوده في افريقيا مؤهله لبطوله العالم السودر توماس اوبر كاب. احنا الحمد لله نظمناها في 2020 والحمد لله كان ربنا كرمنا والبنات خدوا اول الحمد لله. السنه دي المره الثانيه في 4 سنين مصر تنظم البطوله، يعني متهيالي ان ده اكبر دليل على قدره مصر ان هي تنظم اي بطوله موجوده. ان شاء الله ربنا يكرمنا ان احنا يبقى عندنا القدره ان احنا ننظم بطولات عالم باذن الله. يعني محدش يختلف او اتنين يختلفوا ان مصر بقى عندها بنيه تحتيه رياضيه قويه الحقيقه في كل الالعاب، تقدر تستضيف منافسات، تقدر تستضيف بطولات بحجم كبير، عايز صالات ساعه جماهيريه كبيره هتلاقي، عايز يعني كل يعني الالعاب او المضمارات او اي نوع من انواع الرياضات هتلاقيه، بالاضافه كمان لدخول المدينه الاولمبيه في العاصمه الاداريه الخدمة، أكيد ده هيبقى أد فاليو كبيرة وإضافة قيمة كبيرة للرياضة والبنية التحتية المصرية. الحقيقة الخبر الجديد بطعم الرياضة وبطعم السياحة، دايما بنبقى سعداء جدا زي ما اتكلمنا عن بطولة العالم للقوى البدنية واتكلمنا عن بطولات كثيرة والسلاح والرماية. الحقيقة البطولات اللي بتتعمل في أماكن سياحية دي الحقيقة بيبقى ليها مردود كبير جدا بره، يعني بيبقى مردود كبير، ولازم يبقى عندنا ثقافة إن احنا كل حاجة لازم بناخد من وراها جين. النهارده لما بتلاقي بطوله بتنجح في اماكن سياحيه فبتنجح سياحيا كمان. مصر لاول مره في الشرق الاوسط في التاريخ هتستضيف بطوله دوليه لصيد الاسماك. الحقيقه الموضوع ده انا كنت دايما بشوفه في البرامج اللي بره والاخبار اللي بره، ولكن اول مره الحقيقه اسمع ان مصر بتستضيف بطوله زي دي. طب هتتلعب فين؟ هتتلعب في الجونه، وما ادراك ما الجونه، هذه البقعه من ارض مصر الجميله والخلابه. طيب خلينا نقول لحضراتكم الخبر وتعليقنا عليها عشان تعرفوا التفاصيل اكتر. النهارده انطلقت البطوله الدوليه الاولى لرياضه صيد الاسماك التابعه للمنظمه الدوليه لصيد الاسماك IGFA. طبعا دي صور من البطوله. واللي بتتلعب لاول مره في الشرق الاوسط كله، بتستضيفها مدينه الجونه تحت رعايه وزاره الشباب والرياضه، وهتستمر لحد يوم 17 فبراير اللي جاي باذن الله. البطوله هيشارك فيها 14 فريق من 7 دول، وهي ايطاليا، سويسرا، لبنان، اسكتلندا، السعوديه، جنوب افريقيا، مصر. البطولة دي من أقوى وأهم البطولات الدولية، حيث أنها مؤهلة لبطولة العالم لصيد الأسماك في كوستاريكا 2025. سامعين يا جماعة وشايفين الصور دي وشايفين يعني الجو ده، ما كانش الصراحة كنا بنلاقي في صيد أسماك في مصر، بس بطولة دولية مؤهلة لعب بطولة العالم لا ما حصلش. البطولة المفروض هيحضرها ماسيمو بيرينويا رئيس منطقة البحر الأبيض المتوسط لصيد الأسماك، وأندريس ستيفانوس رئيس اتحاد جنوب أفريقيا لصيد الأسماك، وتامر حابس مدير عام للاتحاد السعودي للرياضات المائية والغوص. والحقيقة زي ما حضراتكم شايفين يعني البطولة ليها مردود كبير، زي ما أنتم شايفين الإمكانيات، الجو جميل، وجود الأسماك، نقاء المياه، كل ده بيتحط في الحسبان لما تيجي تنظم بطولة زي دي. ويكفي طبعا أن كل في البطولة دي أكيد ليها يعني او الرياضه دي ليها مريدينها، ليها شعبيتها، ليها فالنهارده لما يتقال بتلاقي في الجونه، انت النهارده بتعمل اعلان كبير جدا عن الشواطئ المصريه. طبعا ده احد الاسماك بيسموه تقريبا ابو سيف حاجه زي كده، فموجود النهارده انواع الاسماك، شايفين الميه ورا الصوره، الميه اللي في الصوره دي الميه نقيه ازاي. طبعا اكيد مختارين وقت معين في السنه ودارسين الجو كويس هناك ودرجه الحراره، فاكيد حاجه كويسه جدا، حاجه الحقيقه مفخره يعني. الواحد بيبقى سعيد جدا يعني بالاخبار دي، يعني بنبقى حريصين ان احنا نجيبها لحضراتكم عشان تعرفوا قد ايه يعني مصر يعني جاذبه لكل مكان. يا رب دايما يحفظ بلدنا، ويا رب دايما من نجاح الى نجاح، ودايما مصر باذنك يا رب محفوظه ومحروسه. الحقيقه كده تكون خلصت اخبارنا سواء محليا سواء عالميا سواء داخل نادي الاهلي. هنطلع لفاصل عشان بعد الفاصل استضيف ضيوفي الاعزاء، المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري الخماسي الحديث، وايضا محمد جاد مسؤول او مدير التسويق في الاتحاد المصري الخماسي الحديث، بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما وعدناكم النصف الثاني من حلقتنا هيكون موعد مع انجح الالعاب على الساحه الرياضيه المصريه في الحركه الاولمبيه. لعبه فرضت نفسها بقوه ونجاحتها من نجاح لنجاح نتيجه التخطيط الجيد، التخطيط المستمر الجيد، مش بس تخطيط جيد، وانت ممكن تعمل تخطيط جيد في حاجه بسيطه وبعد كده تتراجع، ولكن المستمر والجيد، وجود موارد للاتحاد، عمل جماعي، كل ده كان نتاجه استمرار النجاح. يمكن اخر نجاح لهذا الاتحاد او هذه اللعبه كان فضيه وذهبيه في بطوله المجر. وانا عايز اقول لكم انه البطولات دي بيشارك فيها كل ابطال العالم، بتبقى على شكل بطوله عالم مصغره، واللعبه دي كمان صعوبتها ان هي خمس العاب مع بعض. فالنهارده انت محتاج تتميز في خمس العاب، انت كانك رئيس اتحاد لخمس العاب او كانك لاعب بتلعب خمس العاب. موضوع صعب جدا، ولكن مش صعب على كوادر يعني ممتازة وليها الحقيقة دور كبير جدا في الرياضة المصرية. في البداية طبعا برحب بضيفي العزيز المهندس شريف العريان، رئيس اتحاد الخماسي الحديث المصري، وأيضا أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية. أهلا بك يا باشمهندس شريف. أهلا وسهلا، منورنا، وبستنى اللقاء ده يعني من السنة للسنة. الله يخليك، وألف مبروك، ودايما موفق في كل خطوة تاخدها يا باشمهندس. الله يخليك، مبروك لمصر كلها. طبعا مدير التسويق وهو أحد أهم الاماكن او اهم البوزيشنز او المواقع اللي بتبقى دلوقتي في الاتحادات كلها، لانه الحقيقه بيخلق موارد جديده. الموارد دي معناها اعداد، معناها اد فاليو فنيه للفرق. الموضوع مش موضوع يعني، لا، هي منظومه كامله. معانا الاستاذ محمد جاد مدير التسويق في الاتحاد المصري في الخماسي الحديث. اهلا بك يا استاذ محمد. اهلا وسهلا كابتن هيثم. يعني دورك كبير، والحقيقه حتى الان بفضل الله يعني الناس كتيره بتحسد الاتحاد على وجودك. يعني والله احنا دورنا صغير جنب النتائج اللي بتعملها الابطال. احنا كنت لسه بقول لهم النهارده احنا بنشتغل على نتائجكم طول ما انتوا لسه، انت قايل دلوقتي ببارك للاتحاد على فضيه وذهبيه، فانت من السهل جدا انك انت تسوق منظومه ناجحه او بطل ناجح بانجازاته. افهم من كلام حضرتك، ويمكن مهندس شريف بقى يعني علق على الكلام ده، ان هي منظومه. النجاح بيجيب نجاح، هي دايره، انا اقدر اسوق بس لازم تنجح، هتنجح لما اسوق. يعني راي حضرتك في الدايره دي، يعني المعادله دي يعني نحلها ازاي؟ بص، اصعب حاجه في الرياضه المصريه خلاص هي انك تعرف تجيب الموارد الماديه المطلوبه للنجاح. يعني لما تيجي تاخد تمسك الهرم كده وتحط البريورتيز بتاعتك في اداره الاتحاد، اول بريورتي هي انك توفر الماليات المطلوبه خلاص. انما احنا كلعيبه، مدربين، برامج، انفراستراكشر موجوده في مصر، كل ده موجود ومتوفر بشكل اكثر من رائع واحسن من 90% من دول العالم. خلاص، بس لازم يبقى وراه باك اب قوي خلاص، الماليات المطلوبه عشان تعمل الخطه ما يقعش منها حاجه خلاص. الخطه دي بتصرف بقى على كل حاجه، مدربين ياخدوا فلوسهم في التوقيتات الصح، اللعيبه في سفرياتهم، المعسكرات اللي بيعملوها، الادوات المطلوبه، يعني كل حاجه تبقى ماشيه بطريقه صحيحه. طب انت من اول ما توليت ده يا باشمهندس، يعني اكيد انت يعني الموضوع كان فروم سكراتش زي ما بيقولوا، بتبقى الخطوات الاولى صعبه. يعني ممكن بعد كده زي ما قال يعني الاستاذ محمد، النجاح بيجيب نجاح وبتبقى اسوق حاجه ناجحه، انما الصعوبه في الاول، اول خطوتين ثلاثه دول بيبقوا صعبين قوي. تعالى نفتكرهم مع بعض كده يا باشمهندس. انا دخلت الاتحاد، كانت اول تجربه ليا في الاداره، دخلت نائب رئيس الاتحاد في 2008 بعد البيت سول 2008 لغايه 2012. بعدين وكنت مسؤول عن الامور الفنيه اكتر، يعني دول الاداريه دي ما كانتش برضو في بالي قوي. وبعدين اختلفنا في حاجات كتير انا والمجلس وناس كتير جوه، وقررت اخوض التجربه على الرئاسه بمجلس يعني تبعي زي ما بنقول كده، والحمد لله ربنا وفقنا ونجحنا. فاول حاجه الاستقرار، استقرار ان الناس تبقى شبه بعض، يفكروا بنفس الطريقه، مؤمنين بتوجه معين، بفكر معين، بيحاولوا يطبقوه، دي مهمه. ف 2012 الحقيقه كانت الصعوبه يمكن مضاعفه. ليه حضرتك؟ كنا طالعين من ثوره 2011 بالظبط، فالامور مش سهله خالص، والموارد قليله، والموارد قليله تمام. وبعدين حضرتك لو تتذكر رحنا مخبوطين ثوره ثانيه 2013 قعدنا 53 في حلقه، وانا عايز ابني اتحاد وعايز اعتمد على نفسي، وموارد الدوله مش كفايه عشان الاحلام اللي احنا عايزين نعملها. فكانت اصعب خطوه هي ان انا عشان اسوق حاجه لازم عندي منتج بالظبط خلاص. فانا لما بدأنا بالعلاقات، العلاقات الشخصية خلاص، عدنا تقريبا سنة بالعلاقات الشخصية، أنا بكلم صحابي اللي بقوا أعضاء مجلس إدارة في شركات كبرى وهكذا عشان يساعدوني. بس الفورمولا دي مش سستينبل صح خلاص، أنت صح. مرة هيديك هيساعدك، إنما بعد كده
ما ينفعش، لازم السبونسرشيب يبقى وين وين سيتويشن، هو هيستفيد ايه وانت هتستفيد ايه، لو انت بتستفيد وهو ما بيستفيدش ما تنفعش تستمر. فبدانا نفكر طب هنعمل ايه، طب عشان الناس تبقى انترست انها تدينا وتقف معانا، ما هي لازم تتشاف، لازم عندنا منتج خلاص. ففي هذا التوقيت ما كانش عندنا منتج، يعني لا عندنا بطولات دوليه كبرى بتقام في مصر على الاطلاق، لا عندنا ابطال بيحققوا نتائج الا عشان اكون امين طفرات شخصيه بتيجي وتمشي كده، زي ايه مدني، زي ياسر حفني خلاص، اجتهادات حتى مش ما اقدرش اقول ان هم نتاج منظومه صحيح، لا يعني يمكن يكون انديتهم او لا امورهم هم اللي اكتر، واللاعب اشتغل على نفسه، واللاعب طبعا اشتغل ده اكيد، انما حاجه طفره انما ما كانتش، انما مش منظومه. احنا دلوقتي عندنا كل جيل اقوى من الجيل اللي قبله، يعني جيل بتاع احمد الجندي ومهند وهايدي وسلمى والكلام ده كله، لا الجيل اللي بعديه هيقطعه حضرتك خلاص، انا بقولها لك وانا واثق من الجيل اللي طالع بعديه ده تحت 21 أكبر سنه أكبر، جيل 19 هيقطعه، جيل 17 هيقطع 19، فبالتالي بدينا هرم بقاعده مظبوطه هتقدر تديك استمراريه لمده طويله جدا. فكانت هي دي التشالنج الاكبر. كمان كان عندك ان الاتحاد الدولي يرأسه دكتور كلاوس شورمان الالماني، وكان في اتجاه كده داخل الاتحاد الدولي، كان في ضغط سياسي على مصر ان لا دي مش ثوره، ده انقلاب عسكري خلاص عشان نغير الصوره دي في هذا التوقيت، كان صعب جدا. يعني انا فاكر اول تصويت للاتحاد الدولي عشان اعرف اخد بطوله كبرى انظمها، التصويت خلص 7-6 لصالحنا بالعافيه بطلوع الروح، يعني الاحداث اثرت يعني طبعا اثرت بشكل او باخر طبعًا، وكان في كل المجالات يعني يعني ولاد مصر المخلصين كانوا بيحاربوا طبعا ان هم يغيروا الصوره دي او يثبتوا للعالم عكس كده. طبعا احنا كلنا ساعدنا في ان احنا نبين الصوره الصحيحه لمصر، وان مصر فيها استقرار. وقتها كان قنوات الاجنبيه بتبين ان مصر الناس بتموت بعض في الشوارع والدنيا مش امان، وحتى لما خدنا اول بطوله في 2014 ننظمها، انا فاكر في دول ما رضتش تيجي، قالت لا اللي احنا بنشوفه ده انتم ما عندكمش امان، بالرغم ان الشغل ما كانتش كده خالص. فالرياضه هنا كان عليها دور كبير، وحضرتك حسيت بده طبعا. الناس لما جت قالت يا جماعه لا امال فين اللي احنا بنشوفه، لا اللي انتم بتشوفوه ده مش حقيقه خلاص. فطبعا يعني كانت نقله مختلفه. كمان احنا كنا اونست مع السبونسرز في ايه اللي احنا هنقدر نحققه خلاص، فقدرنا نشتغل على نفسنا وقدرنا نحقق حاجات. فانت لما احط تارجت صغير حققه، فانت تنشط معايا فنحط تارجت اكبر شويه وهكذا وهكذا. طب خلينا نشوف يعني استاذ محمد، انت دخلت بقى السايكل المهندس شريف، يعني احنا جبنا زي يعني هيستوري كده العشر سنين اللي فاتوا الله اكبر، وبان الشغل وبان الفكر كان ماشي ازاي. دخلت بقى على المرحله من انهي مرحله مع المهندس شريف العلاقه؟ بص انا هرجع لك، هي هيستوري برضو تمام. انا بدايه كانت في الحته بتاعه التايكوندو مع اللي هو الفولي الله يرحمه تمام، وكانت سفريه كوريا هي النقله الكبيره في حياتي بصراحه. في كوريا ايه؟ المنحه اللي انا سافر فيها كوريا الجنوبيه، واشتغلت في الاتحاد الدولي وخدت سبورتس ماريتيم ميديا، ودرست الصبح كنت بشتغل بعد الظهر في الاتحاد الدولي للتايكوندو. قد ايه قعدت فتره هناك؟ في حوالي 8 شهور. 8 شهور تمام كده؟ كانوا كافيه ان انت تعرف الشغلانه وتشتغل؟ لان انا اصلا اكس ماركتنج وسيلز في شركتين اف ام سي جي والثانيه كوميونيكيشن، فانا عارف الدنيا فيها ايه. عندك يعني اكسبيرينس في حاجه معينه، رحت صقلتها بقى بالدراسه. حولت انا بعت، حولت الرياضه لبرودكت وبعته كبرودكت خلاص. هو برودكت ده ليه رولز انت تعرف تبيع بيها، وليه رولز انت تعرف تسوق بيها. كان لازم ان انا اثقل الكلام ده بكيفيه تسويق واذاعه ونشر ودعم البرودكت الرياضي، فكانت سفريه كوريا ديت هي الفيصل. سافرت بعدها، كانت البدايه في المغرب تمام، وبعد المغرب مهندس شريف جابني بقى بعد سنة كده. سنه كام بالظبط؟ 2018. دي كانت دخلتي الاولانيه للاتحاد، بعد رحله مع اتحاد التايكوندو. بالظبط، بعد رحله مع الاتحاد الافريقي للتايكوندو. ما عملتش حاجه للاتحاد المصري بصراحه، عشان تو بي فيري اونست يعني. القصه كلها كانت الاتحاد الافريقي للتايكوندو والاتحاد الدولي للتايكوندو. وبعد كده بدات مع المهندس شريف في 2018. الكلام او النقاش اللي في الاول، يعني ايه اللي حصل المهندس شريف؟ يعني كان كاس عالم زي توقيت النهارده، انا فاكر كويس قوي زي توقيت دلوقتي. وكان هو زي ما هونش زي ما بيقول لك، كان موضوع علاقاته الكويسه، كان عنده علاقه بحد من شركات السي اس دي تمام، جايب له سبونسر شيب ليها، وكان هو مخلص الدين بتاع
احد البنوك القوميه الوطنيه تمام الكبيره، كان هو مخلص الدين وبدات بقى هو الراجل الاولاني ده، ما احنا ممكن نقول اسمه عادي، محمد عادل حسني تمام، بشركته، وقلنا ان احنا هندخل برقم صغير تمام، ودخل رعى البطوله وكانت هي دي الدخله، دخلت على البطوله، على البطوله هي بطوله كاس العالم. هو الراجل بقى جه شاف واتفرج واحنا حققنا انجاز، فاتنقلنا من رعايه البطوله لرعايه الاتحاد. برافو. ومن ساعتها وهو الراجل معانا ابتدينا نتحرك بقى بمنظومه مع الاتحاد على شركات تانية تمام، بتعاون مع مهند شريف، هاشم ياسين موجود شويه، كان الاستاذ ممدوح الشتاوي في الاول موجود قبل ما يمشي، يعني قدرنا ان احنا نحط رولز نمشي عليها عشان نقدر النهارده ان احنا عندنا 10 شركات وبقى 11 النهارده مهند شريف، واحنا جايين في الطريق فاحنا بقينا 11 شريك سبونسر، احنا عايزين نبقى بارتنرز لان هم بقوا شركاء نجاح. بالظبط بالظبط. النهارده بقى عند حضرتك 11 شريك نجاح من وقت اللي بدات حضرتك الاتحاد، مفيش خالص شريك واحد يعني، ومعلش انا اسف بقى مفيش حجه، هو انا مش انا لوحدي، انا لسه بقول لك الاسماء اللي جابت معايا. ايوه لا ما هو ماشي، بس هي الفكره كلها النهارده كانت تحيه منظومه. ايوه هي منظومه. يبقى حضرتك مشكورا كل ليك دور قمت بيه، بس النهارده انا بتكلم على فكره، النهارده الخماسي ما هوش لعبه شعبيه. خلينا نعترف، ولا يعني كره القدم مثلا، السله، الدايره، اليد، دول في بعض الشعبيه، ولكن النهارده عشان يبقى تقدر كلعبه الخماسي تحقق انجاز دولي كبير توصل لده، انا من وجهه نظري ده نجاح. انت شبعان بالنجاح ده؟ طيب ان انت يبقى عندك 11 بارتنرز معاك وكتفهم في كتفك. بص انا اقول لك حاجه، مهند شريف ما بيقولش لا لاي حد، يعني بمعنى ايه؟ الوين وين سيتويشن اللي انت اتكلمت عليها احنا بنحققها على الارض، اللي بيحط مليون بيبقى موجود، واللي بيحط 100,000 بيبقى موجود. بس ده بياخد بنفيت شكلها عامله ازاي، وده بياخد بنفيت شكلها عامله ازاي. فكر متطور. هو مهند شريف ما بيقولش لا خالص، تعال انت معانا. وبعدين انا لما سافرت السعوديه لقيت ان هناك كمان في كونسبت هو مهند شريف طبقه على الارض قبل ما انا اروح السعوديه، مصر ما عملتوش. السعوديه إيه مطبقه سيرفيس 60 40 70 30 80 20. لا فهمني واحده واحده، اما انا هقول يعني ان اللي 60 40 انا راجل مهندس يعني الشركه اللي قدامك لو مش هتديك فلوس تديك سيرفيس اللي بتقدمها، تدي لك البرودكت اللي بتقدمها. شركات الطيران تدينا تذاكر الطيران، شركات الاكل تدينا الفود او الهيلث فود، او تدينا الوجبات بتاعت الاداريين والحكام في البطولات وتكفر، يديني اكوموديشن، اوتيل يديني اكوموديشن، شركه ملابس يديني شنط رياضيه تكم، لان ده ايكوال باني هيعوض جاب موجوده في الميزانيه بتاعت الاتحاد. فالكونسبت ده احنا شغالين بيه بقالنا اكتر من 5 6 سنين. فهو مش شرط ان انا يبقى عندي 11 سبونسر يبقى انا بجيب 11 مليون جنيه، لا خالص، بس انا بعوض جزء من الفلوس اللي المفروض تصرف من الميزانيه بتاعت الاتحاد، اقل الاوتبوت بتاعي. بالظبط. يعني انا نجحت كده. بالظبط. طب يعني باشمهندس، الرياضه صناعه طبعا وجهه نظرك؟ طبعا. طب يعني معلش انا محتاج وحضرتك موجود معايا وحضرتك امين عام اللجنه الاولمبيه المصريه واحد اهم الشخصيات الرياضيه على الساحه، اللي كان بكل امانه لا لما انا اقعد اقول كلام ممكن يقول لك ده راجل بيقول كلام اعلامي، لا الرياضه صناعه، لا انا عايز حضرتك تقول لي ايه اللي فيها صناعه، ايه اللي ليه الكلمه دي او الاكسبريشن ده بقى بيتقال من وجهه نظرك؟ الرياضه صناعه ده كلام، يعني كلام مظبوط مليون في الميه. عشان كده انا بقول كمان ان دايما لازم لوائحنا تتغير، ان مش شرط ان اللي بيدير المنظومه يكون رياضي لعب هذه المنظومه. احييك يعني انا دي مقتنع بيها تماما. احييك يا باشمهندس، بحب اغيرها في اللوائح رغم ان انا راجل، انا لا انا لعبت رياضه الخماسي الحديث ولعبت اولمبيات ولعبت بطولات عالم وكل حاجه. مش كل واحد لعب هيبقى اداري ناجح او مدرب ناجح او العكس. ناصف سليم اعظم رئيس اتحاد الكره الطائره ما لعبش كره طائره، انا اسف يعني ده بس كده. لا 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 المنصب الرئيس تحديدا في اي اتحاد او اي منظومه رياضيه خلاص محتاج حد بيزنس مان قوي. يعني عليك خلاص دي حاجه انا يعني ممكن يبقى عندك حد رياضي بيزنس مان قوي قوي، ممكن يبقى ملوش دعوه بالرياضه خالص تمام وسايب. خد بالك الخطا بيحصل امتى؟ لو انا بزنس مان قوي جدا وهقدر اقوم الاتحاد ده كمنظومه بزنس وتدخلت في الفنيات بوظت الدنيا. يعني عليك بوظت الدنيا. صح. تمام. فلازم تدي يعني الحريه الكامله، مش الحريه الكامله، تثقف المدربين بالشكل والاستراتيجي اللي انت عايزه خلاص، وايه التارجتس اللي مطلوبه خلاص. لما حطينا التارجتس في الاول الناس افتكرت ان احنا مجانين، حقيقي مجانين خلاص. اتحاد ماشي على قد حاله خلاص اوكي، والتارجت بتاعنا هو الميداليه الاولمبيه
طب هو انت قربت اساسا للميداليه الاولمبيه؟ هو انت كسبت بطوله دوليه اساسا عشان نتكلم على تمام خلاص؟ لا هو ده التارجت بتاعنا. فكان اول خطوه خدناها في 2000 قبل اولمبياد لندن على طول خلاص كان مشيت المدرب الاجنبي، مش عايزين شاكرين قوي قوي قوي، احنا هنقدر ننجح ونوصل التارجت بتاعنا وهناخد وقتنا، بس صناعه مصريه 100% 100% خلاص، لا يوجد فيها اي حاجه اجنبيه. الاجنبي برضو في الاخر مش قلبه على البلد، مش قلبه عليك خلاص، هو جاي وظيفه جاي يسترزق منها وهيمشي. هيديك اللي عنده لان في احتراف. انما انا عايز ابني منظومه، انا مش يعني ماشي طب بعد ما مشي خلاص ابدا من الصفر تاني؟ لا، انا لازم ابني قاعده مدربين بفكر معين، زي ما اسبانيا عملت في الكوره، زي ما المشروع البلجيكي ما حصل خلاص. فبتبدا بحاجه بتسيستم مدربين، وبدانا كمان بالمدربين الصغيرين مش مدربين الكبار، المدربين الكبار قوي في السن عشان تغير فكره ده شبه مستحيل، صعب خلاص، صعب جدا خلاص. انما الصغير لسه متخرج تقدر انك انت تشكله زي ما انت عايز، تحط له فكر واحلامه كمان. هو مش حاسس انها مستحيله، هو حاسس انت بتحسسه وبتدي له الامان ان ذا سكاي ذا ليميت، نقدر نوصل. فقدرنا ان احنا نوصل، يعني كنت بدي المثال دايما ان مثلا روسيا كانت بطلة العالم وقتين، كل ما احاول اوصلها هي تبقى في حته ثانيه، اجي اوصلها تبقى هي في حته، لا احنا حطينا تارجت اعلى من الرقم العالمي بكتير. طب ايه يا عم النجم؟ خلاص وبدانا نشتغل عليه خلاص. احنا حاليا دلوقتي احنا ابطال العالم، احنا حاطين تارجت للاولمبياد الجايه هو كسر الرقم العالمي خلاص، هو ده التارجت بتاعنا. انا ماليش دعوه بالتانيين بيعملوا ايه، التاني اللي بيحاول يحصلني دي ما يخصنيش، انا ليا رقم، انا بعتبر نفسي لعبه فرديه رقميه خلاص، انا بحاول اجيب الرقم، لو جبت الرقم ده انا عارف ان انا هبقى الاول، فانا شغال عليه. بصيت لابعد من ميداليه. طبعا ابعد من ميداليه بكتير. احنا حضرتك حطينا تارجت في 2014، انا كنت رئيس بعثه مصر في اولمبياد نانجينج، ومصر جابت الحقيقه 11 ميداليه اولمبيه، وكان اكبر انجاز وقتها في الشباب يعني شباب. وكنت بس كنت انا كنت راجع حزين جدا، وكرمنا سياده الرئيس، كان اول تكريم لينا في قصر الرئاسه. كنت حزين لان الخماسي الحديث لم حققش ميداليه، الخماسي الحديث كنت رايح نفسي يجيب، خلصنا في الولاد رابع بفرق فوتو فينش عن الثالث، والبنت كان المفروض توصل هايدي وجابت السادس. كنت بدايه مشروعي، كنت بقالي سنه ونص في مشروعي. فرجعنا من 2014 رحت حاطط تارجت خلاص، واخترت 10 ولاد و10 بنات لسه ما تعلموش السلاح ولا الرمايه ولا الفروسيه، بس اخترتهم في قوام جري وسباحه قوي جدا، واشتغلنا بيهم 4 سنين عشان اولمبياد الشباب 2018 بوينس ايرس. دي المجموعه اللي كان فيها احمد الجندي وسلمى ايمن وكان ده كله. وصلنا في اوائل 2018 في بطوله العالم اول ثاني ثالث على البوديوم. دخلنا الاولمبياد، سلمى حطمت الرقم العالمي وجابت الذهب، واحمد كسب الاولمبياد وجاب الذهب. جاب الذهب. فاثنين ذهب من الثلاثه ذهب اللي جابتهم مصر في اولمبياد 2018. الميداليه الثالثه كانت ياسمين في الكاراتيه. في الكاراتيه. تمام؟ والكاراتيه خرج زي ما حضرتك عارف من الاولمبياد. انه حققنا 2 ذهب لمصر في اولمبياد 2018 وكانوا اولاد صغيرين. الميزه في الخماسي ان البيك بتاعك بيجي ما بين سن 24 و28 سنه، عشان اللعبه فيها مزيج من الخبره والقوه. تمام. طب احنا لعيبتنا احمد الجندي في 2021 في طوكيو 2020 عنده كام سنه؟ 21. عنده 21 سنه. 21 سنه خلاص، انت لسه عندك. عشان كده احنا عندنا احنا فريقنا كله مواليد 2000 ل 2005 يعني البيك بتاعنا يجي ان شاء الله من باريس للوس انجلوس 28 للمجموعه اللي موجوده حاليا. تمام. فاحنا مطمئنين جدا للي جاي. عاجبني فريقنا ماشي بشكل كويس جدا، بس زي ما قلت لحضرتك التارجت بتاعنا تحطيم الرقم العالمي وليس. انا عاجبني انا بتكلم معاك ليك رؤيه يا باشمهندس، يعني يعني رؤيه وعارف انت رايح فين وعارف انت عايز توصل لايه، ودي يعني بامانه حاجه من الحاجه اللي ساعداني جدا. يعني انا بتكلم بكل امانه لما الاقي كادر مصري بيتكلم كده وعارف هو عايز يروح فين، اكيد احنا محتاجين التجربه دي يتم استنساخها في اتحادات كتير. الصراحه تجربه الخماسي العشر سنين اللي فاتوا محتاجه تستنسخ في اتحادات كثيره. بس انا عايز اجي لك بقى استاذ محمد، انت تم اختيارك او تكريمك قريب من جريده، او عايز تفاصيل الموضوع ده؟ لان انا قريت الخبر بس عايز اسمع. انا قريته زيك على فكره. لا بس انا عايز اعرف، عايز اعرف تفاصيل. هي جورنال من الجرايد اللي المهتمه بالسبورتس ماركتنج والسبورتس مانجمنت. تمام. وانا فوجئت وانا في السعوديه اداره الرياضه والتسويق، والتسويق الرياضي. تمام كده. وهي جريده بلدها فرنسيه. فرنسيه تمام كده. بتخاطب
غرب افريقيا وشمال افريقيا تمام اللي هي السنغال وغرب افريقيا السنغال كوت ديفوار الحته دي تمام وشمال افريقيا عشان البحر المتوسط تمام الجزائر المغرب تونس المغرب الجزائر واكتشلي المغرب فرنسا الحته دي بالمغرب ولقيتهم هم الصحفي هو كلمني تمام هو من اصول مغربيه تمام هو فرنساوي من بس عايش في فرنسا عايش في فرنسا تمام وقال لي انا عايز اكتب الهيستوري كانت حد من الاردن من حوالي سنه برضو جريده اردنيه كتبت الهيستوري حاجه قريبه منها يعني وهو كسفي كسفي يعني هو قراها عشان كده عارفك من هنا بالظبط وبعد كده لما عرف اخر حاجه كانت توقيع عقد حقوق تسويق الاتحاد السعودي للتايكوندو تمام فكان اتعمل عليها بروباجندا برضو كنت هناك في السعوديه برضو انا لسه استيل في السعوديه انا دلوقتي في السعوديه مسؤول عن اتحاد التايكوندو والملاكمه كتسويق وسوشيال ميديا وعندي شركتي الخاصه هناك في السعوديه زي شركتي الخاصه هنا وبنعمل يعني واخد بيرميشن يعني من اللجنه الاولمبيه السعوديه تمام ان انا ابتدي اشتغل على تطوير الاستراتيجيه بتاعه الاتحادات ما شاء الله يعني انت تجربتك اللي نجحت مع هنا في التايكوندو المصري وبعد كده الافريقي وبعد كده مع الخماسي بقت انترناشونال النهارده مهندس شريف هو اللي فتح السكه بجد والله يعني ايوه بص هقول لك على حاجه هو ربنا ومهندس شريف مهندس شريف كان قاعد فتره طويله روح هو الاوفر كان موجود من بدري تمام في بيبان كتير قوي اتقفلت هنا ومهندس شريف كان عمال يقول لي روح جرب ورحت فعلا والحمد لله الدنيا يعني ماشيه كويس وزي ما انت بتقول كده التجربه اتنقلت بالظبط لبره اشقائنا السعوديين دي حاجه تسعدنا فهم شافوا لا انت بتتكلم على ان اللي بره خالص بقى اللي هم فرنساويين المغاربه ابتدوا يشوفوا انت تجربه نفسها بتحقق لان ناس تانية بتاخدك فبتعمل بيك سكسس ستوري جديده وده فخر ليا ان انا مثلا بقى هناك انا مصري يعني فاهم الفكره طبعا مصري هاند ميد مصري خالص طب بالزبط. طب الجريده بلغوك ازاي عرفت ازاي هم بعتولي اصلا بعتولي استاذنوا كمان الاول ان هم هينشروا المقاله بعتوها بالانجلش والفرنش وبالعربي وقالوا لي احنا هننشر المقاله ديت فقلت لهم تمام كنت مبسوط اكيد انا كنت طاير مش مبسوط ان هو لان هم الخبر كتب ان انا مايسترو التسويق في 3 قارات فيعني الموضوع بالنسبه لي كان اللي هو والقاره الثالثه ما كانتش هي اوروبا هم يقصدوا افريقيا واسيا تمام لا هي اوروبا تقريبا اكشلي يعني بس انا ما اشتغلتش في اوروبا كتير غير في فرنسا تمام في الانسب برضو مع التايكوندو بس حطيت رجلك في فرنسا يعني ده دوله في 2000 كانت في 2014 2015 وكان الانسب طيب عندك جديد يعني انت النهارده يعني ايه هو احنا لسه جايين من جديد يعني طيب ما اقول لي اديني حاجات حصري بقى ايه جديد سبونسر هو واحد من اللوكال براند هو الراجل حتى قال وهو بيمضي العقد النهارده ان هو فخور ان هو لوكال براند تو كومبيت الانترناشونال براند في الفرايد تشيكن تمام وحتى ما نشوف حذر اللعيبه ما حدش هياكل من احنا قلنا احنا نعلم دي مبادره من الفاميلي بتاعه اللعيبه دي عشان الاسره ايوه بالظبط على بس هو الراجل كان فرحان جدا ان هو هي اتاتشمنت حاجه سكسس ستوري اورجانيزيشن كبيره وميداليات عالميه واولمبيه هو الراجل فرحان بيها وانا بقى مبسوط ان انا نفس الدخله بتاعت محمد عادل حسني فتبقى هي دي البدايه وبعد كده الراجل دوت يحس بقيمه الرياضة وقيمة الإنجازات الرياضية فنقدر ناخدها في سكة تانية أنا قلت النهاردة في المؤتمر الصحفي وهقول من خلالك أن أنا بطلق مبادرة دي مبادرة كانت من خلال مش وجودي كمدير تسويق الاتحاد أو أن أنا مسؤول عن تسويق الاتحاد أنا جايبها من شركتي as a corporate social responsibility أن دي هدية للاتحاد الخماسي مش هاخد عليها لا كوميشن ولا عموله وبدعو جميع الشركات الوطنيه والخاصه بدون ذكر اسماء التي تعمل في مجال التسويق الرياضي خلال ال6 أشهر الحاليه عدم النظر للمكسب المادي للوقوف وراء الاتحادات الرياضيه البوتنشال وابطالها وان احنا ندعو السبونسر والشركات انها تيجي تي سبونسر وات ايفر هي شكل البنفيت اللي بتقدمها قد ايه بس كل قرش في ظل وجود الأزمة الاقتصادية العالمية المؤثرة على الاقتصاد المصري احنا محتاجينه ال100,000 محتاجينها اللي هي النهاردة ال100,000 دي أصبحت 3000 دولار يعني 3000 دولار 10,000 ريال حاجة يعني بصراحة يعني مش بإيدينا بس يعني تسمح لي أنا من منبري برنامجي ده
اضم صوتي لصوتك. الله يخليك. لان دي مبادره وطنيه. بالظبط. ومبادره قوميه. وانا بداتها بنفسي. انا مش هكسب حاجه، ودي اول سبونسر انا جايبه از سي اس ار للاتحاد. طيب. الخماسي وفي واحد تاني. اسمح لي على الهوا كده يا باشمهندس، اسمح لي. طب. وانا متاكد ان كل قناه هتقول نفس الكلام اللي بقوله، ان احنا معاك في هذه المبادره لدعم ابطالنا. والبرنامج ده والترابيزه دي وقناه النادي الاهلي هي موجوده النهارده عشان تدعم الابطال. طيب. في اي وقت وفي اي مكان وفي اي زمان احنا جاهزين ان احنا ندعم ابطالنا ولو بالقليل واللي طيب. نقدر نعمله. تمام. طيب. ودي مهمه وطنيه قوميه، اسمح لي اكون اول المنضمين على الهواء للمبادره الكريمه اللي حضرتك اطلقتها. يا ريت. واحنا جاهزين، خلينا نبتدي النهارده اول يوم. يا ريت. وجربونا. وانا معاكم. نور. تنور وتشرف. طيب الحقيقه ابطالنا يستاهلوا طبعا، ويستاهلوا اكتر من كده بكتير، ومصر تستاهل اكتر. طبعا مصر تستاهل. مصر كبيره، مصر بلد كبيره، مصر 100 مليون، مصر حضاره 7000 سنه. طبعا الحقيقه يعني الناس بتبص لنا حتى بصه تانية خالص. ان احنا في حته تانية. بس انا النهارده انا مشفق عليك يا باشمهندس، يعني انا انت النهارده بدات تجني ثمار شغل. بس انت النهارده ايه الجديد؟ يعني خلي بالك انت ممكن تيجي عليك فتره تقول مهندس شريف فهم السؤال. جد 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 اصلها جد ووصلنا يعني انت النهارده عايز تبقى دايما متجدد، عايز طبعًا. تبقى دايما بتفكر طبعًا. يعني توصل من قمه عايز تروح لقمه ثانيه. ايه القمه الثانيه انت عايز توصل لها؟ لا انا اقول لحضرتك، احنا زي ما قلت لك انت ما ينفعش تشتغل على اللاعب فقط لا غير. انت احنا طورنا مدربينا، احنا يمكن الاتحاد الوحيد اللي عنده 94 مدرب على قوام المنتخب. 94 مدرب. وكمان دي لعبه تعتبر فرديه. اكتر من مليون جنيه كل شهر في الالعاب الفرديه، الكلام ده مش موجود حضرتك. مرتبات. مرتبات بس فقط لا غير. هدفك من كده ايه؟ بدايه كل شهر. هدفك من كده ايه؟ هتقول لي طب ما دول مش كتير؟ هقول لك لا مش كتير. لا مش كتير خالص. لان كل واحد ليه دور مهم جدا بيعمله. خلاص احنا لما بيطلع لنا مكافاه لما يكسب مثلا، يعني ده كونسيبت احنا بنعمله يمكن ما فيش ولا حد بيعمله غيرنا. احمد الجندي مثلا كسب الاولمبياد، المكافاه بتتاخد جزء للاعب وده حقه، وجزء بيبقى على احنا بنوزعه على الجهاز الفني. احنا بنوزعه على الجهاز الفني كله بتاعنا بنسب مختلفه. حتى في ساعات المدربين وحتى اعضاء مجزرة عندي يقولوا لي لا طب ايه دخل المدرب بتاع فرقه الناشئين تحت 17 سنه في انجاز احمد الجندي؟ اقول له ليه في انجاز احمد الجندي؟ طبعا ليه في انجاز احمد الجندي. احمد الجندي نفسه ناقشني في القصه دي واقنعته بهذا الكلام. كل مدرب خلاص شغال معانا في المنظومه دي موجود في نجاحك. لو صح. انا كربست في تمرينك صح. يا احمد يا جندي خلاص 10 لعيبه معاك، فالمدرب اللي واقف معاك ده هيبقى مركز معاك 10%. صح. تمام. انما لما مدرب انا بفضي لك المدرب ده شغال معاك بنسبه 100% عليك انت، ومدرب التاني شغال 100% على لاعب اخر انا محتاجه برضو للفيوتشر خلاص، فانا يعني كلنا ساهمنا في فوزك. و اهم حته بقى الروح الحلوه. الله ينور عليك. انا مستنيك تقول الكلمه دي. ليه؟ ان انا قاعد بره انا مش مدربك، بس انا هموت طبعا ان الجندي ياخد بطوله، لان انا راجل مستفيد، مش مستفيد بفلوس يعني، انما مستفيد ان انا ان الناس حاسه بنجاح، ان انا جزء من المنظومه. المنظومه طبعًا. دي لازم تنجح. حضرتك انا استلمت الاتحاد والله بلا مبالغه، كان ال 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 او اسميها ازاي دي، النفسيات بين اللعيبه والمدربين وبتاع حاجه من أسوأ ما يمكن، من أسوأ ما يمكن. ده خلاص ده يعني انا اتغلب من الاجنبي ولا اتغلبش من المصري؟ مناخ فشل. ايه يا عم الكلام الفارغ ده؟ مناخ فشل طبعا. خلاص فلما وصلنا ان لا احنا بنتمنى الخير لبعض، ربنا كرم. تمام. انا قلت لان النهارده انت على البوديوم، بكره انا على البوديوم. خلاص انت على البوديوم او انا على البوديوم، مهم ليه؟ عشان الاتحاد يعرف يجيب سبونسر. خلاص لو ما وقفناش انا وانت انا هتضر. انا السنه الجايه افضل منك بس مفيش سبونسر حضرتك، لان السنه اللي فاتت والله زميلك ما حققش. ما ينفعش، احنا كلنا منظومه واحده. احنا الفوز بميداليه الفرق عندي اهم من ميداليه الفردي. تمام. عشان احنا كلنا يعني مساهمين فيها، كلنا منظومه واحده. انا غيرت في كمان في المكافئات ان موظفين الاتحاد بوزع 10% من المكافاه على موظفين الاتحاد. الله عليك. هما دول مش ليهم برضه فيها؟ ما خد بالك لو هي منظومه، لو موظف اخطا في هيتعبك انت فيزا ولا في حاجه انت مش هتلعب بطوله. اي حاجه هايفه. فاحنا كلنا محتاجين نعمل دورنا عشان انت تنجح، وانت ليس لك يد خلاص كلاعب في 50% من نجاحك خارج ايدك تماما. احنا كمنظومه اللي موفرهولك. انا عايزك تركز في حتتك بس، والباقي ده
انا هتعب فيه واعمله وانت تبقى مطمئن ان انا بعمله باقصى حاجه اقدر اعمله بيها. ما عندكش شك في هذا. هسالك على موقف وبرضه يعني عايز برضه اعلى اسمع تعليق جاد عليه. ايه هو بقى؟ كان عندك لاعب اسمه عمر جزيري تقريبا. مظبوط. تمام. واللاعب ده تم تجنيسه. ضحكت لان طبعا الموقف ده لا انا اقدر احكي لك قصه. لا اصل انا عارف أنا عايزك تحكيها لي وعايز المعروف غير الحقيقي. لا انا عايز بقى القصه الحقيقيه. ليه؟ لان انا بضرب مثل ان مصر ولاده. احنا 110 مليون عقليات محترمه. نقدر زي ما عملنا انا اسف يعني اكس من الناس مصر تقدر تعمل غيره. احكي لي القصه دي بتفصيل عمرو. احكي لك القصه دي عمر الجزيري. احكي لك القصه دي بامانه لان الناس بتخلط خلاص وبالذات القنوات اللي انت عارفها طبعا بتحاول تبين الشكل كان اللعيب اتخطف منا واتسرق وكان عندنا لعيب نجم واحنا عظيم مقصرين واللعيب هرب من عشان كانت مصر مقصره معاه. وده الحقيقه في الخماسي لا وجود لهذه القصه. وممكن سعادتك تروح جايب عمرو الجزيري على التليفون وتساله القصه الحقيقيه ايه. القصه الحقيقيه حصلت كالاتي. عمرو الجزيري وعمر الجزيري وياسر حفني عندي ثلاثه بيتنافسوا والحد الاقصى للتاهل هو اثنين على اولمبياد 2016. 2012 اللي لعب هو عمرو الجزيري وياسر حفني. عمرو وياسر. عمرو وياسر. خلاص ركز كده حاجة معايا. وعمر الجزيري قرر كان راجل اتخرج وقرر ياخد انه يسافر الى امريكا ويشتغل هناك. تمام؟ ثم احنا بعتنا عملنا اتفاق مع الاتحاد الامريكاني وقررنا ان احنا نبعت عمرو وياسر الى امريكا يقعدوا في الاولمبيك سنتر في الكولورادو سبرينجز اللي هو هاي التيتيود. خلاص و عشان النفس ووظفنا عمر الجزيري اللي هو كان يعني شبه بطل خلاص وبيشتغل وكان لاعب سلاح ومدرب سلاح رائع خلاص وكان معين هناك في احدى الجهات والانديه الكبرى هناك للسلاح عيناه يمرن اخوه وياسر هناك ويمسك تدريب السلاح بتاعهم عشان يوصلنا في حته ثانيه في السلاح. كولورادو ولا كانت في كولورادو كولورادو سبرينجز. تمام. ارتفاعها قد ايه عن سطح البحر؟ 4000 5000 فيت مثلا. حاجه تدريب عليها بتجي لك ده السنتر بتاع الاولمبيك سنتر بتاعهم. تمام. يعني ممتاز. كل يوم في الميه هم مع مايكل فيليبس كل يوم. حضرتك متخيل تمام يوم في التمرين معاه مايكل فيليبس الاسطوره. الاسطوره. تمام. فاحنا عملنا كده ثم عمر وهو معاهم واجرنا لهم شقه عشان نوفر والثلاثه قاعدين مع بعض وظبطنا كل حاجه وعمر بدا يتمرن هو كمان. تمام. يعني رجع تاني يلعب ما بطلش خلاص انما الاتحاد ما بيصرفش عليه خلاص. تمام. تمام. الى ان وصل لمستوى قدر يخش في الاربعه اللي عندنا اللي هيلعبوا في البطولات اهلا وسهلا. تمام. ثم بدا ينافس مع عمرو وياسر. تمام. هو بيدربهم انما بينافس معاهم اهلا وسهلا. ثم جت قبل اولمبياد ريو دي جانيرو في بطوله العالم في روسيا قبل الاولمبياد ب يمكن شهرين ثلاثه. تمام. لعبنا بعمرو وعمر وياسر وكانوا الثلاثه في الرانك العالمي قريبين من التاهل. خلصنا بيهم في المركز الرابع والخامس والسادس في الفردي وخدنا اول فرق وكانت البطوله في روسيا واحنا طلعنا اول فرق ما شاء الله. تمام. فكنا داخلين على الاولمبياد وكنا حاطين سيستم قلنا اعلى اثنين قبل الاولمبياد هم اللي هيكونوا موجودين بصرف النظر من الاسامي حطينا لها سيستم كده. فالسيستم ده طلع ان رقم واحد عمرو رقم اثنين عمر رقم ثلاثه ياسر. فانت متخيل ان ياسر ده كان طالع وقتها الخامس على العالم ولن يلعب الاولمبياد عشان حاطط السيستم. تمام. لان عندين سيستم ولعبنا بيهم وعمر وعمر يعني عمر اكبر من عمرو كبار في السن عارفين ان دي اخر اولمبياد ليهم لان خلاص دخلوا في ال 30 في الخماسي دي حاجه يعني كبيره شويه شوي. تمام. فخلاص هيلعبوا واحد منهم لم يوفق في السلاح والتاني لم يوفق في الفروسيه فبالتالي ما جبناش الميداليه في اولمبياد ريو دي جانيرو. تمام. وكان الطبيعي ان الاثنين هيبطلوا. عمر بطل فورا خلاص ومكمل حياته في امريكا ما فيش مشكله. عمرو قرر ساعتها قال لي يا كابتن شريف انا لعبت ثلاثه اولمبياد 2008 2012 2016 خلاص وعايز اكمل اعمل ليجاسي لنفسي خلاص ان انا ابقى لعبت اربعه اولمبياد. ما فيش ناس كتير لعبت اربعه اولمبياد. حقه ما فيش مشكله خالص. قلت له يا عمرو انا ما عنديش اي مشكله خالص بس خد بالك من حاجه الصغيرين اللي احنا بدانا نطلعهم هيكسبوك. انا بكلمك في خلال سنه بكلمك ناحيه فنيه في خلال سنه لا يمكن ان مستواك يكون في الاربعه الاوائل بتوع مصر انما لو انت كملت وبقيت في الاربعه الاوائل بتوع مصر على راسي من فوق والسيستم بتاعنا مفيش اي مشكله انما السيستم هيطلع الاقوى والافضل خلاص. طب هل انت ممكن تبقى فيها بنسبه 95%؟ لا. طب الحل ايه؟ انت حر حياتك عايز تكمل انا هسندك بس في الاخر السيستم هيطلع البطل.
طبعا هو تدرك ان ده شبه مستحيل والمصريين هيكسبوه في اللي جاي، المصريين الصغيرين اللي طالعين هيكسبوه فما فيش مفر. وحصل فعلا خلاص، راح عمل ايه؟ هو عاش في امريكا واتجوز بطله امريكا هناك، فحياته هناك تمام. فقال لك يا كابتن شريف طيب انا عندي فرصه اكبر للتاهل لاولمبياد 2020 لو انا بلعب باسم امريكا، لان امريكا اضعف من مصر. التاهل عن قاره نورث امريكا اسهل بكتير عن التاهل من احنا من عندنا من افريقيا او من الرانك العالمي. خلاص، ف في عرف الاتحاد الدولي عندنا لو امريكا الاتحاد الامريكي كلمني، لانه اصدقائي هم اللي ماسكينه دلوقتي، قال لي يا كابتن شريف دلوقتي ايه رايك؟ خلاص احنا ما عندناش مانع، ده راجل اسطوره هيساعد في نهوض اللعبه عندنا، بس لازم تتنازل له. مظبوط. لو انا تنازلت كاتحاد مصري للاتحاد الامريكي قلت له انا ما عنديش مانع، عمرو ده يلعب من تاني يوم لامريكا، وموقف قانوني 100% مع الاتحاد الدولي واللجنه الاولمبيه الدوليه وكل حاجه. خلاص تمام. عملت ايه ساعتها؟ رحت للمهندس خالد عبد العزيز كان وزير الشباب والرياضه. خلاص قلت له يا باشمهندس خالد، اتناقشنا في الموضوع خلاص، وقلت له يا باشمهندس خالد انا شخصيا ما عنديش مانع، لان هذا الرجل اولا مصري حتى النخاع تمام، ومفيش حاجه ثانيه هيقدر يديها لمصر. اللعيبه اللي هي عندي هتكسبه، انا بقول لك 100% مش هيكسبهم ولا اي حاجه. المهندس خالد قال لي ايه؟ وامريكا قالت لي انا مش هاخده خلاص، ولا اقدم لك حتى طلب ولا الاتحاد الدولي الا اذا انت وافقت يا شيف. اديتني الاوكي خلاص. ان انا بروسيد. المهندس خالد قال لي ايه وقتها؟ قال لي مستحيل يا شيف، انا هديك نصيحه خلاص، الاعلام والشعب المصري مش هيرحمك لو اديت هذه الموافقه، وانا ما اقدرش امنعك خلاص اوكي، مش هينفع، لان عمرو ده هو بص صناعه مصريه، هو بص مصر صرفت عليه كتير خلاص، فبالتالي هيقول لك بقى الخيانه والمش عارف ايه وازاي وبتاع، وانت ازاي تسيب. فقلت له طب الحل ايه يا باشمهندس خالد؟ خلاص قال لي انا ما اقدرش اقول لك الحل ايه، انما انا بقول لك نصيحتي وانت حر اعمل اللي انت عايزه. انا عملت صحيح. عملت ايه مثلا؟ لا لا، عملت حاجه سهله جدا. قلت له يا عمرو احنا مش هنقدر نديك هذه الاستغناء للاسباب 1 2 3 4. حلك الوحيد حسب قوانين الاتحاد الدولي واللجنه الاولمبيه الدوليه هي انك تقدم اعتزال فورا. قدم اعتزال رسمي. وهقبله في الاتحاد وهقبله في اللجنه الاولمبيه المصريه، وهنحدد لك كمان تكريم للفتره اللي انت قضيتها لمصر. بس سعادتك هتحرم من اللعب لاي دوله مصر او غيرها لمده 2 سنين. بعديها سعادتك حر تلعب اللي انت عايزه، هتعرف تقعد 2 سنين بتتمرن بس. خلاص بدون لعب منافسات خلاص اوكي، وترجع تاني تلعب قوي قوي، خد بالك انت سنك كبر. خلاص، وكان هذا هو الاتفاق، وعملوا بالفعل قدم اعتزال ودخلناه لجنه اولمبيه ودخلته خلاص، وقعد 2 سنين ما يلعبش، ثم رجع يلعب خلاص رجع يلعب في لو انا متذكر صح في 2019. خلاص انت لازم برضه تبقى بتلعب قبليها ب2 سنين الاولمبياد. هو حظه طبعا الاولمبياد اتاجل السنه كمان خلاص، انما رجع. ولما رجع يلعب اول كاس عالم كان فين؟ كان في مصر. قلت له يا عمرو سعادتك هتعتذر انك تلعب في مصر. قال لي ليه يا كابتن شريف؟ ده بدايه الموسم. خلاص قلت له هتعتذر لان احنا مش عايزين نستفز للشعب المصري خلاص، ولا تيجي سعادتك ابدا يا باشا مشوارك في البطولات الخارجيه، انت دلوقتي بتلعب باسم دوله اخرى. ابدا مشوارك بالبطولات الخارجيه، ما تلعبليش هنا في مصر خلاص. بطوله الاقي بقى صحفي، الاقي حد يستفز ليه؟ ليه؟ انت بره يا باشا موجود خلاص، هتلعب بطولات بره وتتاهل بره. انت هدفك الوحيد كان ايه؟ التاهل، مجرد التاهل خلاص. وهو الحقيقه حط تارجت تاني نفسه انا بحييه عليه خلاص. هو كان عنده في 2016 كان كسر الرقم العالمي في لعبه السباحه، بس دي ملهاش طبعا ميداليه ولا حاجه طبعاً طبعاً. بس كان الرقم العالمي في السباحه، رقم الاولمبي اسف خلاص، في السباحه في الخماسي باسم عمرو. خلاص عمرو اخوه عمرو الجزيري. لا مش عمرو الجزيري، لا عمرو تمام. فكان ليه هدف، هو نفسه رقم ورقمه اتكسر من بطل انجلترا بعد كده. فهو كان عنده هدف ان هو يلعب اولمبياد واحده كمان، يبقى كتب ان هو لعب 4، وكمان ان هو يكسر الرقم العالمي بتاع السباحه فقط لا غير. تارجت فقط لا غير، تارجت واضح وصريح تمام. وصل عمرو الجزيري من تصفيات امريكا اللاتينيه وامريكا الشماليه، هما بياخدوا 5 خلاص، الخامس اتاهل بمنتهى الصعوبه، كان اخر واحد اتاهل عن هذه القارتين تمام، بالرغم انه كان بيقول انها سهله، ولعب
خلاص باسم امريكا في اولمبياد طوكيو. والناس قاعده تقول ايه ده انت اللعيب واللي هيعمل ويقطع. قلت له يا جماعه احنا الاثنين لعيبه بتوعنا احمد جدي واحمد اشرف هيكسبوه بمنتهى مفيش قصه لا نتنافس معاه في حاجه بالظبط. ونزل في وركز على لعبه السباحه فقط لا غير وكسر الرقم العالمي الاولمبي في طوكيو في السباحه فحافظ على الرقم العالمي وبعدين بطل طبعا دلوقتي خلاص سن كبير جدا يعني بس ادي قصه عمرو الجزيل ما فيش اي مشكله خالص راجل بالعكس وطني تماما. خليني يعني احييك انت سردتها بشكل يعني عشان هي دي الحقيقه بالظبط. الولد حقه طبيعي وحضرتك تصرفت من منطلق المسؤوليه كرئيس اتحاد مصري وانتوا الاثنين مصريين والموضوع خلص بشكل جميل جدا وامور انت حضرت انت الفتره دي؟ لا الفتره انا جيت بعدها بس انا كنت بشوف عمرو وعمر الجزيري في 2016 دي كانت بدايه كنت لسه بقول النهارده 15 و16 دي كانت بدايتي في الظهور في موضوع ماركتنج وان انا ابتدي اتعرف على مهند شريف وادخل عن طريق المجله اللي بدانا بيها الاول الحمد لله المجله اتغير اسمها ودلوقتي بقت موقع وموقع بقى رقم واحد في الميدل ايست وريتش بتاعه بقى 45 مليون من افغانستان للمغرب الحمد لله يعني انا اتعلمت منه وهم كلهم كانوا بيتعلموا قصه تارجت انك انت تحط راسك على المخده بالليل تصحى الصبح هدف. انت عندك هدف ان شاء الله هدف جديد لا بص انا هقول لك على حاجه انا لما بدخل دلوقتي مكان واقول حاجه ويتقال لي مستحيل كلمه مستحيل اعرف ان انا نجحت انا في شخص ما بدون ذكر اسماء مين هو وشخصيه وديزيشن وصاحب قرار انت مستحيل اللي انت بتعمله انت واهم دي اوهام وخيالات في دماغك انا وانا بضحك هو بيتكلم وانا لان ما دام انت قلت كده يبقى الحاجه دي ربنا هيكتبها ويبقى انا كده ماشي في الطريق الصح بس ده نجي نتيجه نجاحات متتاليه خلي بالك وثقه ويقين ايوه ما هي ثقه في امكانياتك ثقه في الله ده يقين وثقه في الله وثقه في امكانياتك صح. انا اتعلمت من مهندس شريف ان انا ما اقولش حاجه انا مش قدها وتعلمت من اللي هو الفولي برضو ان نفس الكلمه اللي انت كنت بتقولها مهندس شريف انك تبقى قد الكلمه شكلها عامله ازاي كان دايما بيقول لي ايه يا ابني لو الطلقه خرجت من المسدس خلصت فانت ما تقولش حاجه انت مش قدها وما دام قلتها واللي قدامك مستصغر الكلام اللي انت بتقوله تمام انت هتعرف تثبت انك طب انت 100% منها. ايه التارجت الجديد؟ التارجت الجديد هاخد من سياق الحوار اللي انت بتقوله ومن حوالي سنه ونص عرضنا فكره عن مهندس شريف وليه علاقه برضو بالحته اللي انت بتقولها بتاعت بس الحقيقيه بقى يعني قصه هروب اللعيبه وتجنيس اللعيبه والكلام ده كله فكره ان ده حلم يعني ان احنا انا وسياده النائبه هاديه حسني تمام بطله الريشه الطايره وعضو البرلمان ومعانا مهندس شريف طرحنا عليه فكره ان احنا نعمل حاجه تسيف من اول 14 سنه يعني من اللي بيلعب من اول 14 سنه تمام يبقى عنده منظومه حقيقيه لدعمه من خلال الماركتنج او السبونسرشيب او يبقى فيه دخل موجود عن طريق سن قانون ما هواش بقى فكره مبادره وشركه تسويق لا يبقى قانون بيخرج من البرلمان المصري ليه علاقه بالموضوع ده ويمشي ازاي وين وان سيتويشن يعني هديك الهرم من تحت لفوق تمام هنتكلم مثلا لو احنا هنقول كرم جابر حلو الكلام جاب ميداليه ذهب في الاولمبياد 2012 تمام 2004 2004 وجاب فضه تمام كده تمام هفترض ان هو جابها دلوقتي او في باريس تمام كرم يرجع قبل ما ياخد اي حاجه يدخل على وزاره الخارجيه ياخد بروتوكول تمام ازاي يكلم باسم مصر يبقى سفير مسؤوليه مجتمعيه ومعاه باسبور ليه علاقه بالقصه دي ازاي يتكلم باسم مصر يبقى عنده الاتيتيود ان انا اقف اتكلم امثل مصر طب يحصل في دول ثانيه الكلام ده؟ في دول ثانيه عندنا نماذج حطيناها اصلا في تركيا وفرنسا وفي امريكا كمان خلي بالك ان في معظم الدول دي مش الوزاره هي متحكمه فيها هي الكور اللجنه الاولمبيه بتاعتها هيثم احنا بنبني احنا لما بنشتغل على اللاعب انا ببنيه من كل النواحي انا لو بنيت لاعب رياضي فقط خلاص اوكي هطلعه مغرور هطلعه بيجري ورا الماده فقط لا غير انا ببني شخصيه البني ادم الرياضه بتبني شخصيه لازم ابنيها بالطريقه الصحيحه عشان يطلع بني ادم سوي خلاص وخدوم للمجتمع وعنده انتماء لبلده لو انا ما عرفتش اخلق المناخ ده انا فشلت
حتى لو ده طلع بطل وخد ميداليه صح خلاص اوكي، ما هوش الايمج اللي انا عايزه. اسمح لي حقيقة. لا الله يخليك. ايوه ما هي دي النقطه. ايوه الله يخليك. انا مستمتع. فاحنا عندنا يعني بنخش في كل تفاصيل حياتهم اللي حضرتك ممكن تتخيلها وما تتخيلهاش خلاص، لان احنا بنبقى منتورز ليهم. احنا قدوه، ده طبيعي، الاب بيبقى قدوه، المدرب قدوه، مجلس اداره ده قدوه خلاص. فلازم افعالنا هم هيقلدونا. لو انا عصبي وبتخانق وبعمل هيطلع عصبي وبتخانق وبعمل نفس الشيء خلاص. فهو بيشوف انا بدير ازاي وهيقلد خلاص. حتى التقليد دي يعني موجوده تمام. بيقول لك الفرجه نص العلامه. بالظبط. انا بشوف فبقلد دي نص العلامه. بس انت لازم الـ مش هقول الطفل بقى، اللاعب الرياضي ده يبقى شايف انت خايف عليه ازاي وبتساعده ازاي ومن حقه يغلط. دي حته مهمه جدا جدا جدا، لازم تدي له مساحه للغلط خلاص. هو ياخد قراره بنفسه. انت هتقنعه بحاجه ما اقتنعش عمل عكسها، مش هبقى زعلان. انت هتتعلم من خطأك ده. الغلط الكبير انك انت تغلط نفس الغلط مرتين، ده غباء بقى خلاص. انا بعتبره ده غباء. ما تعلمش اخطائك، ده غباء. او تعاند، ده غباء. انما اخطا حقك. بالعكس، انت الخطا لما بتعمله مش هتكرره تاني. يعني انا مبسوط جدا، كان لسه في بطوله عندنا اخرانيه، اللاعبه عندنا عملت خطا في الفروسيه، خطا ساذج خليني اقولها كده، وكانت زعلانه جدا. قلت لها زعلانه ليه؟ دي بطوله جمهوريه. انا مبسوط جدا، الخطا ده لا يمكن يتكرر في البطوله الدوليه خلاص. تمام. لسه عندنا سلمى ايمن بطل اولمبيات الشباب، كان بتلعب بطوله تشالنج وماشيه في الاول، وعملت خطا في الرمايه، ضربت في هدف اللي جنبها وخدت استبعاد صفر. قلت لها انا مبسوط، ما مش زعلان خالص. اللي بيحصل على ارض مصر عندنا هنا في بطولات عاديه خلاص، لا يمكن الخطا ده يتم. الخطا ده لو تم في الاولمبياد انا هيجي لي قهره خلاص. يعني احنا قعدنا 4 سنين نتمرن وبعدين خطا ساذج يبوظ تعب منظومه كامله خلاص. لا بص بيتكلم ازاي، بيتكلم ان ده زي مشروعي ابني. ايوه يعني روح جميله. ما ده عايز اقول لك على حاجه، هو بيتكلم على كده مش خماسي بس، هو بيتكلم على كده الرياضه المصريه كلها. هي ده الموضوع البورت الاولاني اللي انا قلت لك عليه. عشان كده قلت لك اول حاجه قبل ما نديله مكافئته تاهيله كبني ادم تمام، ان هو يكون مصر. الحاجه الثانيه بقى ان هو بياخد مكافئته. واحنا جينا على هنا كان بيكلمني المدير الفني خلاص ياسر حفني تمام، بنتناقش في ايه حضرتك؟ خلاص هم لسه راجعين امبارح من المجر. من المجر جايبين اول فرق وتاني فردي باسلام حامد. اسلام خلاص مش مهند ولا احمد. اسلام تمام، عشان تبقى عارف ايه. انا كنت لسه بقول لهم الاعلام ما بقاش عارف مين اللي هيكسب عندنا. والله العظيم مره ده مره ده مره ده. انا بيقولوا لي مش عارف والله العظيم. يعني انا كنت واخد الجندي بعد كده طلع عندي اسامي. طلع مهند، قالوا مهند طلع اسلام. الله هو ده. انت ما انتش عارف مين اللي هيكسب. احنا كلنا بنجتهد. بس انا كنت بتناقش معاه في حاجه واحده. خلاص بنتناقش في ايه؟ بقول له احنا عندنا قصور خلاص. خد بالك الناس فاكره ان احنا في القناه لا احنا عندنا قصور كتير جدا خلاص، نقدر نشتغل عليه ونحسن فيه. بقول له احنا عندنا حاجه يعني حاجه كبيره جدا احنا مقصرين فيها حاليا، بقى فيها دروب في الفتره الشهرين اللي فاتوا، وهي الخدمه المجتمعيه. انت عمالين نركز في التمرين والمش عارف ايه وبتاع ده، ومش مديني الوقت الكافي خلاص للخدمه المجتمعيه. انت اكتر حاجه تسعد البني ادم ايه؟ لما يساعد حد صح. لما بتساعد حد ولا تروح صح. لملجأ ولا تعمل حاجه خير، دي حاجه بتسعدك جدا جوه. والحته دي مهمه جدا للرياضي خلاص. انت ممكن دعوه حد من دول هي اللي تكسبك البطوله صح. في الاخر صح. فده جزء لا يتجزأ خلاص. الخدمه المجتمعيه جزء لا يتجزأ من حياه البطل. لو طلعها بره حياته لا، زي ما النوم اهم من التمرين. انا لازم اخد 8 ساعات نوم، مش هينفع اخد 6 عشان ادي تمرينه زياده، لا انا هتضر. بص يا باشمهندس مش عايز اقول لك يعني احنا انا من حلاوه الحوار والحديث انا عديت الطيب والله بجد. انا عايز اقول لكم ان انا مش حاسس، احنا لو قعدنا اتكلمنا 3 ساعات يعني الحقيقه هنقدر نملاهم مع قامات كبيره منوراني في الاستوديو. المهندس شريف العريان رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث واحد انجح الشخصيات الرياضيه في مصر وعميد عام اللجنه الاولمبيه المصريه، اشكرك شكرا جزيلا. نورتني وشرفتني النهارده. الله يخليك. اشكرك استاذ محمد جاد طبعا مدير التسويق في الاتحاد المصري، وطبعا احد ابرز العاملين في هذا المجال واحد شركاء النجاح في الخماسي الحديث. نورتني وشرفتني. ربنا يخليك. شكرا. اعزائي المشاهدين، النجاح ما بيجيش من فراغ. النهارده حطينا على الترابيزه قدامكم نموذج، اتمنى الاتحادات الاخرى تغش هذه الحلقه وتشوف ايه اللي وصل الاتحاد ده ان يوصل لكده. شفتوا النهارده الفكر، شفتوا التخطيط، شفتوا العزيمه، شفتوا الروح،
كل حاجه لازم في الاخر توصلك لميداليه اولمبيه. الحلم مش بعيد، الحلم بايادي مصريه فقط. انا بشكر ضيوفي الاعزاء وبشكرهم على اللي عملوه لمصر وعملوه للرحله الاولمبيه المصريه، واتمنى لهم كل التوفيق ان شاء الله في الاولمبيات الجايه من هنا كمان لغايه الاولمبيات. وبشكر حضراتكم على حسن المتابعه، والى حلقه جديده مع الابطال.